السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم، والنهاردة محاضرة جديدة في رمضان دينتر كونفرنس. بس كالعادة عشان ما افوتش من وقتكم كتير، هنبدأ المسابقة اللي بنعملها كل مرة عشان حد بيفوز معانا بالجائزة اليومية. بسم الله، نشوف مين هيفوز معانا النهاردة. طبعا بفكركم انك من شروط ان انت تكسب انك تعمل شير لللايف وتعمل منشن لاتنين من زمايلك، فاستأذنكم اعملوا ده دلوقت وعرفوني الصوت تمام ولا في مشكلة. هنلف العجلة دلوقتي ونشوف مين اللي كسب. طبعا هو في عدد كبير كان جاوب اكتر من كده بكتير، حوالي 30 دكتور، بس للأسف باقي ال 30 دكتور في 20 منهم لا كانوا عاملين شير لللايف ولا عاملين منشن لزمايلهم، فبالتالي اتشالوا من السحب. دكتور مين فيكو؟ دكتور احمد. دكتور احمد حظه حلو قوي طول المؤتمر بصراحه، يعني ما شفتش حظ زي كده. انا مش كل مره شلال. الف مبروك يا دكتور احمد، وانا حاسس الناس هتقول ان انا مكوسها معاك. كنت لسه هقول انا نفسي وده والله كنت لسه خد هقول بالك، عايز اقول لك حاجه، انا في مرتين ما رضيتش اكسبه، لا ده لغيته شكله ولفيتها تاني، يعني في شكله مرتين مضاف كام لفيت، ليل. انت فاهم، في مرتين لفيتها تاني عشان ما يقولوش مكوسك معايا. ما انا بقول لك شكله مضاف كام ليل، يعني نية صافية. مش عارف. هو حظه حلو قوي. النهارده معانا دكتور محمد زويري، ودكتور محمد من الاسماء الجميله والمعروفه واللي انا بحبهم، حبيبي ويعني حاجه اقولها له هو ممكن ما يعرفهاش. انا دايما حتى في الكورس بتاعي حد بيسالني على فيكسد، انت اول اختيار بالنسبه لي. حبيبي والله ربنا لا والله ضمير شرف ليا وشرح والله. وكل حاجه حلوه بصراحه، الله فانا مبسوط يخليك، جدا انك معانا النهارده. انت شرف ليا وطبعا والله. عارف ان المحاضره بتاعتك طويله شويه، وانت براحتك خد وقتك خالص، انا معاك معلش لاخر الليل. معاك لاخر الليل براحتك خالص، ان شاء الله. وانت نورت المؤتمر بجد، و الله يخليك، الله يخليك يا حبيبي، وبراحتك خالص وانا معاك في الخلفيه يا حبيبي، اتفضل. خلاص اهم حاجه دكاتره، بس اخر حاجه الصوت بتاعي وبتاع دكتور محمد واضح ولا في مشكله؟ الصوت تمام ولا في مشكله؟ ها استأذنكم يا دكاترة، نعمل شير لللايف ومنشن لزمايلنا عشان الناس تحضر من اول اللايف. طب زي الفل، الناس كلها بتقول الصوت تمام. ماشي دكتور محمد، يلا اتفضل. يلا بينا. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين. خلاص احنا في العشر الاواخر، مش عايزين برضو زي ما متعودين ننسى الدعاء لاهلنا في غزه، ربنا ينصرهم يا رب ويحقن دماءهم جميعا، ونشوف النصر كلنا على ايديهم باذن الله. موضوع الفيلير، انا كنت متفق مع الدكتور محمود على توبيك تاني خالص، حتى هو الراجل اللي عمل البوستر وجهز كل حاجه على موضوع الفينير سيمنتيشن، تكمله للدكتور. كان في دكتور اتكلم على موضوع البريبريشن، فكنا عايزين نعمل نكمل يعني التوبيك ده اللي هو السيمنتيشن، بس مع دكتور، مع الجمعيه العلميه بتاعت زراعه الاسنان، دكتور احمد حليم ايوب. كنا اتكلمنا على توبيك الفيلير، بس للاسف كان في محاضره ورايا، فانا للاسف الموضوع كان التوبيك كان كبير قوي، فخدنا وقت كبير او استهلكنا الوقت اللي كان مسموح لينا، ودخلنا على الوقت بتاع الدكتور اللي بعدي، فللاسف التوبيك ما كملش او ما قدرتش ان انا اكمله. فانا كلمت دكتور محمود وبشكره طبعا ان هو الراجل تفهم الموضوع ده، ان احنا نغير التوبيك بحيث نجيب توبيك الفيلير ده كله على بعضه، لان انا شايف ان مفيش ناس كتير اتكلمت عنه. موضوع الفينير سيمنتيشن يمكن، او الفينيرز عموما، انا بشوف ان الموضوع اتهرس كتير قوي، سوري في اللفظ يعني، بس يعني كل شويه تلاقي حد بيتكلم عليه، فما حبيتش ان انا يعني اقعد اكرر كتير. يعني انا بحب، ما بحبش اظهر في لايفز كتير، بس بحب يوم ما بظهر اظهر بحاجه تكون يعني جديده مفيش ناس كتير اتكلمت عليه. فتوبيك الفيلير موضوع مهم بالنسبه لي، او من وجهه نظري شايف ان كلنا بنروح نتعلم التكنيكس الجديده وازاي اتعلم اعمل الحاجه دي، لكن محدش فينا بيفكر يروح يتعلم او يعرف
ايه اسباب الفيلير، ولو الفيلير ده حصل انا هتعامل معاه ازاي، لان سبب المشاكل عندنا في الكلينكس او في العيادات هو ان انت حضرتك او المشاكل دايما والخناقات مع البيشنت بتيجي من النقطه دي. المشكله ان انت حصل فيلير والبيشنت جاي بقى يقول لك ده شغلك وده اللي انت عملته، فانت بتقول له لا ده انا عملت شغلي على اتم وجه، لا ده المشكله من عندك. فهنا بقى بيبدا يحصل الصراع او المشاكل او الخناقات ما بين البيشنت وما بين الدكتور. احنا عايزين نعرف يعني المشكله جايه منين وسببها ايه، وهل لو ليها حل ممكن ان انا اعالج الموضوع ولا لازم اعمل ريميك. طيب هل مثلا المشكله اللي ممكن او الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل او الفيلير اللي ممكن يحصل ده، هل في حاجات انا ممكن اعملها عشان اتجنب حدوث حاجه زي كده؟ هنعرف ايه هي الاشكال بتاعت الفيلير اللي بتحصل لنا في الكراون اند بريدج، تمام؟ وان شاء الله نحاول ان احنا نخلص نلخص الموضوع كده بايه، من غير ما نتكلم كلام كتير، وان كنت يعني ما بعرفش اعمل الحته دي. احنا في لايف مش محاضره وما عندناش امتحان، فالوقت مسموح لينا ان احنا نتكلم براحتنا. يعني ممكن انا اقول معلومه انت تستفاد بيها حتى لو في وسط الكلام. في ناس بتحضر اللايفز دي لمجرد ان هو عايز يسمع معلومه جديده، عايز يعرف معلومه جديده، مش شرط التوبيك على بعضه ياخده كله، تمام؟ فيعني بنحاول ان احنا ايه نستفيد شويه، لان احنا يعني زي ما انتم شايفين قاعدين فاضيين ما فيش ورانا حاجه. مبدئيا الفيلير ده ليه كذا مود او كذا شكل، فاحنا لازم نقسمه على الاشكال بتاعه والكاتيجوريز بتاعته عشان نعرف ازاي نفهمه او ازاي نستوعبه من غير الامور ما تدخل في بعضها. في كلاسيفيكيشن للفيلير، في تو كلاسيفيكيشنز للفيلير، تمام؟ زي اول كلاسيفيكيشن اسمها تينكر كلاسيفيكيشن، بيتكلم عن الفيرست او اول حاجه في شكل الفيلير، بيقول لك فيلير في الدايجنوز اند بروجنوز، يعني حضرتك شخصت الحاله من الاول غلط، تمام؟ او تنبأت ان يحصل لها جود بروجنوز او السكسس ريت بتاعها هيبقى كويس، لكن اللي حصل العكس، ان السكسس ريت بتاع الحاله كان قليل او البروجنوز بتاعها كان ضعيف جدا، فبدأت الحاله يحصل فيها فيلير. زي ايه؟ بصوا دكاترة، مبدئيا انت عشان تقرر الكيس وقت الدايجنوزس انديكيتد ولا مش انديكيتد، لازم تبقى فاهم ايه الرولز او ايه البرنسبلز اللي احنا بنقيم على اساسها الكيس انديكيتد ولا نوت انديكيتد. اول حاجة لازم تعرف الكيس عشان تقول عليها ريستورابل، تمام؟ ايه شروط الريستورابيلتي؟ مبدئيا شروط الريستورابيلتي يا دكاتره، يعني باختصار انا مش هدخل في تفاصيل كتير قوي، لكن باختصار اول حاجه الجود اورال هايجين. لو البيشنت بتاع سعادتك بور اورال هايجين وجاي لك كالكلس في كل حته، ستينز في كل حته، جينجيفال انفلاميشن في كل مكان، موبيليتي في الاسنان، ريسيشن في الاسنان، الاورال هايجين مش احسن حاجه، ريحه البق، الهاليتوز فيها هاليتوز نفسها او ريحه وحشه، تمام؟ كل الحاجات دي تنبؤات بتقول لك ان البيشنت ده باد اورال هايجين بيشنت. فبالتالي اي لاين اوف تريتمنت حضرتك هتديه له يعني بنسبه كبيره محكوم عليه بالفشل. انا دايما بقول ان من افضل الصناعات هي الصناعات الالمانيه، يعني هندي مثال دايما بدي المثال ده، صناعه العربيه المرسيدس. دايما بقول ايه رايكم في العربيه المرسيدس؟ مشهوره المرسيدس ده، دي عربيه من مصنوعه من اجمد الماتيريال وافضل الخامات اللي موجوده في الدنيا. مين اللي صانعها؟ صانعها الالمان، والالمان مشهورين بالصناعه، ماكينات الالمانيه مشهوره جدا بالصناعه، تمام؟ فانا لو جبت عربيه مرسيدس الالمان اللي صانعينها اديتها لدكتور محمود النجار وهو مجنون سرعه ومتهور في السواقه، سرعه دكتور محمود، تمام؟ ايه مصير العربيه دي بعد سنه؟ هتيجي هتلاقي العربيه متدمره ومتكسره وما بقاش فيها لا مرسيدس ولا مش مرسيدس. فانا بقول انت ممكن تبقى اشطر دكتور في الدنيا، تمام؟ بتستخدم افضل براندز من الماتيريال موجوده على وجه الارض، لكن كل اللي انت عملته ده والمجهود اللي انت عملته ده والماتيريال الغاليه جدا دي والشطاره اللي انت فيها دي كلها اديتها لشخص غلط، هو باد اورال هايجين، شخص مش هيحافظ على الشغل والمجهود اللي انت عملته، فبالتالي المصير بتاع البروسيجر دي كلها فيلير، فشل. فسبب الفيلير ايه بقى في حاجه زي كده؟ هو الدايجنوزس الغلط او الكيس سيلكشن من الاساس، والكيس سيلكشن دي بنعمل حاجه تبع الدايجنوزس، تمام؟ دي اول حاجه. ثانيا
انت ممكن تشخص الحاله وتقول ان الكيس ريستورابل وهي نون ريستورابل، وزي ما قلت لحضرتك اول شرط من شروط الريستورابيلتي هو الاورال هايجين. فلو البيشنت بتاعك يعني هنقول ان هو باد اورال هايجين بيشنت، ما تتعبش نفسك مع البيشنت ده، اختار له دايما اقل لاين اوف تريتمنت مكلف، يعني دايما شوف ايه اي خطه علاج اقلها في التكلفه واختارها دايما للبيشنت. ما تتعبش نفسك في اقناع البيشنت ده بان انت تعمل له حاجات عاليه او حاجات غاليه او ترانسفورميشنز او ان انا هخليك كذا وهعمل لك سنك بالشكل ده، ما تتعبش نفسك كتير طول ما هو بور اورال هايجين. طيب امتى اتعب نفسي مع البيشنتس اللي زي دول؟ لما احاول اعمل له موتيفيشن او احفزه ان هو يبقى جود اورال هايجين بيشنت ويسمع الكلام، ده اسمه موتيفيتد بيشنت. في الحاله دي انت البيشنت ده اديله اي لاين اوف تريتمنت واعتبره جود اورال هايجين بيشنت، تمام؟ تاني شرط من شروط الريستورابيلتي هو الفيرل افكت. هل الكيس اللي موجود عند حضرتك دي قادر تجيب منها فيرل افكت؟ ايه هو الفيرل افكت؟ احاول اجيب صوره ليه، للاسف مش عارف الباوربوينت مفيش صوره ليه، تمام. المهم الفيرل افكت ده بيكون للحالات البادلي ديكيد او البادلي ديستركتيف، تمام. بيكون عندي مثلا السنه جايه لك ريماننج روتس، تمام، فحضرتك هتعمل لها بوست وهتعمل لها كور. الباوربوينت بيقلب لوحده، هتعمل لها بوست وهتعمل لها كور، ما ينفعش الفينش لاين بتاع حضرتك يكون واقف على الكور، تمام؟ او ما ينفعش برضو ان الفينش لاين بتاع حضرتك يكون واقف على الجانكشن ما بين الريستوريشن والتو ستراكشر. امال ايه اللي ينفع؟ الصح اللي يحصل ان حضرتك المارجن بتاع الكراون بتاعك او الفينش لاين بتاعك يكون نازل تحت الجانكشن ما بين التو ستراكشر والريستوريشن ب 2 مللي، يعني ده الجانكشن ما بين التو ستراكشر والريستوريشن، هنزل تحتيه على التو ستراكشر 2 مللي لتحت واقوم راسم الفينش لاين بحيث ان الفينش لاين بتاعي سيركمفرنشال، تمام، او اوفرول كده يكون واقف على ساوند تو ستراكشر. ال 2 مللي اللي حضرتك نزلتهم تحت الجانكشن ما بين الريستوريشن والتو ستراكشر دول اسمهم الفيرل افكت، من غيرهم هتضطر انك تخلع السمنه. فما ينفعش تيجي تقول لي اصل انا احط بوست او اثنين او ثلاثه بس مش عارف اجيب فيرل افكت، لا انا بقول لك ان الكيس محكوم عليها بالاعدام، الكيس دي مصيرها الفيلير مهما قعدت، هتقعد بالكتير ست شهور سنه هتلاقي البيشنت جاي لك بالكراون وجاي لك بالبوست بيقول لك اتفضل خد الباقي، تمام. فمن غير فيرل افكت هنضطر انك هنضطر اننا نخلع السنه او نلجا لاي لاين اوف تريتمنت تاني، ان احنا نعمل كراون لينثرنج، تمام، او ممكن تعمل اورستونتك اكستروجن او ممكن تعمل سيرجيكال اكستروجن. المهم انك تتصرف وتجيب لي ال 2 مللي فيرل افكت دول على الاقل. لو في كل الطرق ما انتش عارف تجيبهم ريفير، مش عارف تريفير او ما عندكش حد تريفير لي، فما تحاولش، ما تتعبش نفسك، كده كده لو اشتغلت من غيره هيحصل فيلير، تمام. ده تاني حاجة من شروط الريستوبل. تالت شارت هو الكراون روت ريشيو. ايه هو الكراون روت ريشيو؟ احنا عندنا في ثلاث انواع من الكراون، حاجة اسمها الكلينيكال كراون، وحاجة اسمها الاناتوميكال كراون، وحاجة اسمها الراديوجرافيك كراون، تمام؟ ايه هو الاناتوميكال كراون؟ الاناتوميكال كراون ده لو انا مسكت توس كده او سنة كده بالروت بتاعها والكراون بتاعها فوق اهو، من اول السمنت اونامل جانكشن لحد الاوكلوزال بلين بتاعها ده اسمه كراون، ومن اول السمنت اونامل جانكشن لحد الايبكس، تمام، بتاعه الروت ده اسمه روت، ده كده اسمه اناتوميكال كراون، اللي هو شكل الكراون التشريحي، تمام، من اول السمنت اونامل جانكشن لحد فوق. طيب ايه هو الكلينيكال كراون؟ الكلينيكال كراون هو الجزء اللي من الكراون او من التوس ستراكشر اللي انا بشوفه بعيني في الاورال كافيتي، تمام، فمن اول الجينجيفال مارجن لحد الاوكلوزال بلين وبعيني كده في الاورال كافيتي والسنه موجوده في الاورال كافيتي، ده اسمه الاناتوميك، اسمه الكلينيكال كراون، تمام. طيب زي ما انتم شايفين كده دكاتره الصوره اللي قدامنا اللي فيها الريسيشن دي، من اول السمنتو انامل جانكشن لحد الانسايزر ايدج مثلا بتاعت السنترال انسايزر، ده اسمه الاناتوميكال كراون. طيب من اول الجينجيفال مارجن لحد الانسايزال ايدج ده اسمه الكلينيكال كراون، ده اللي انا شايفه بعيني اهو، تمام، الجزء اللي انا شايفه من السنه بعيني كله. طيب ايه هو الراديوجرافيك كراون؟ الراديوجرافيك كراون هو الجزء الكراون اللي من اول الكريست اوف زبون لحد
الاوكلوزال بلين او الانسايزال ايدج. تمام. طب ايه هو الروت؟ الروت من اول الكريست اوف ذا بون لحد الايبكس. فانا اقدر اقول لك ان الرول بتاع الكراوند روت ريشيو اللي هو الشرط الثالث من شروط الريستربت ده المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه كلمه كراون هو اي جزء من التوث ستراكشر فوق الكريست اوف ذا بون. تمام. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني في اجزاء من الروت مفيش بون عامل لها سبورت. تمام. او نوت سبورتد باي بون اللي هو جزء بتاع البيولوجيكال ويدز، الجزء بتاع الايه البيولوجيكال ويدز. الجزء ده بيكون هو عباره عن سيمنتوم، فهو اوريدي تبع الكلينيكال او الاناتوميكال روت. تمام. لكن مش تبع الرياديجراف، مش تبع الراديجرافيك روت. ليه؟ لان هو نوت سبورتد باي بون. تمام. طب يبقى تبع ايه؟ هيبقى تبع الكراون. طيب ليه؟ لان هو ده، لو انا مثلا عندي بطاريه دي كده، تمام، ده هنعتبرها ان دي سنه او توس من اول هنا كده دكاتره لحد تحت هنا خالص، ده كده البون من اول، ده من اول هنا ده الكريستو زبون لحد الايبكس، كل ده متغطي بالبون. تمام. ومن اول النقطه دي لحد فوق كده لحد الاوكلوزال بلين ده كده الكراون. تمام. ليه؟ لان الجزء اللي متغطي بالبون هو ده اللي بيرزيست اللاترال فورس، السنه دي عشان انا اوقعها او اخلعها او اطلعها من مكانها. مين الجزء اللي بيصدني او بيمنعني ان انا اعمل الاكشن ده؟ هو الجزء من السنه اللي متغطي او محاط بالبون. تمام. لكن الجزء اللي فوق الكريست اوف ذا بون كل ده فالكرام، او كل ده ليفر ارم، كل ده ليفر ارم. الفالكرام بتاعي هو الكريست اوف ذا بون، كل ده ليفر ارم، كل ده بيساعد على ان انا اعرض السنه او الاجزاء دي من السنه للفورس او لللاترال فورس، بحيث ان هي تخلي السنه دي تطلع من مكانها. فالكراون روت ريشيو المفروض على الاقل تبقى واحد لواحد، الجزء اللي بيتعرض للفورس يبقى على الاقل يكون مساوي للجزء اللي بيريزيست اللاترال فورس. تمام. يعني الجزء اللي بيزق فوق، تمام، يكون مساوي على الاقل للجزء اللي بيقاوم تحت. لكن ايه الافضل؟ الافضل ان الجزء اللي يبقى بيقاوم يبقى اكتر، يعني نسبة الروت تبقى اعلى. تمام. لكن اقل حاجة اكسبتد ان الروت يبقى مساوي للكراون. فلو لقيت ان حضرتك الكراون روت ريشيو اقل من واحد لواحد، ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك في انك تروح تعمل ريستوريشن للسنة دي، لان اعرف ان ده يعني الجزء اللي بيتعرض لللاترال فورس اكبر من الجزء اللي بيرزست اللاترال فورس، فبالتالي السنه دي هيبدا يحصل فيها موبيليتي مع الوقت، وممكن اصلا من غير انت ما تبدا ترستور ممكن تلاقي فيها بنسبه كبيره هتلاقي فيها موبيليتي. تمام. فده ثالث شرط من شروط الريستورابيلتي، اول حاجه الاورال هايجين، ثاني حاجه الفيرل افكت، ثالث حاجه الكراون روت ريشيو. تمام يا دكاتره. وموضوع الكراون روت ريشيو ده موضوع مهم جدا، ده بنقيمه من ايه؟ بنقيمه من الاكس راي، بريبيكال اكس راي ستاندردايز، ما فيش فيها غلطه، ما ينفعش يبقى فيها الونجيشن ولا شورتنينج خالص. خلاص يا دكاتره. طيب ناخد بالنا من حاجه، ان موضوع السنه اللي هي بتجي لك بادلي ديكيد عشان انت حضرتك تعمل لها كراون، انت عمال تقول لي كراون روت ريشيو، طب ما الكراون اغلبه مكسور او طاير من السنه، انا هعرف اقيم ازاي؟ هتقدر تقيم، شوف كونترالاترال توس او شوف سنة ادجاسنت تقريبا السنة اللي انت هترستور دي هتبقى قريبة منها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا عندي سنترال انسايزر هو اللي انا عايز ارستور ليه. تمام. فعايز اعرف الكراون بتاعه هيبقى قد ايه. تمام. انا عندي الكراون اوريدي مكسور، طب عايز اعرف الكراون بقى اللي انا دلوقتي بقيم الكراون روت ريشيو، الروت ثابت موجود عندي من اول لحد الايبكس. تمام. لكن الكراون، الكراون من اول الكريست اوف ذا بون لحد الاوكلوزال بلين، طب السنه اوريدي مكسوره مش واصله الانسايزال ايدج او الاوكلوزال بلين، اعمل قارنها دايما او خد ريفرنس ليك السنه الادجاسنت. زي مثلا انت بتعمل سنترال، يبقى اكيد ان شاء الله السنه دي السنترال ده اللي هو انا عايز اعمل له ريستوريشن، لما اعمل له ريستوريشن هيبقى طول الكراون بتاعه او الانسايزال ايدج بتاعته هتبقى نفس الليفل بتاع الانسايزال ايدج بتاع السنه الادجاسنت. فهتقول لي ان السنترال انسايزور برضو اللي جنبها نفس القصه فيها المشكله، خد اللاترال، ما احنا عارفين ان السنترال انسايزور تقريبا بيكون اطول من اللاترال انسايزور بحوالي 1 مللي او 1.5. تمام. طيب لو هي لاترال انسايزور ما احنا عارفين ان هي بتبقى اقصر من السنترال 1.5 او 1 مللي، وعارفين ان الكناين بيبقى اطول منها حوالي 1 مللي. طب احنا عارفين ان الفور بيساوي الفايف،
وال5 بيساوي ال4 وال6 بيساوي ال7، فتقريبا هي الموضوع تقريبي يا دكاتره، تمام؟ هي ريشيو، تمام؟ مش ارقام بالملي، مش هجيب بقى انا وانت متر وندخل نمطر في العظم نشوف طول في عرض وتمساح والحوارات دي كلها، لا يعني خليك سلس كده في التعامل. دي ستاندردايزد بريميكال اكس راي، مفيش فيها الونجيشن ولا فيها شورتنينج، وبتبدا تقيم الروت مسافته قد ايه، والكراون ان شاء الله لما يوصل للاوكلوزال بلين هيبقى مسافته قد ايه، وبالتالي اشوف موضوع الكراون روت ريشيو ده. خلاص يا دكاتره، ده بتكلم كده في مرحله البروجنوزز. من غير الشروط اللي فاتت دي حضرتك هتضطر انك تخلع السنه، لان السنه بتاعت سعادتك هتبقى نون ريستورد، تمام؟ طيب تاني حاجه، موضوع احنا يبقى عندنا فيلير تو ريموف ذا انفكشن، اللي هو ايه او سبب الفيلير ان احنا ما شلناش الكارز او ما عملناش كومبليت ريموفال لاي سورس اوف انفكشن. زي ايه سورس اوف انفكشن؟ زي وجود كالكلاس سب جنجيفال مثلا او انتر بروكسيمال، او السنه الادجسنت حضرتك ما نظفتهاش كويس، او السنه الادجسنت هي اوريدي كانت بادلي ديكيت فحضرتك برضو ما نظفتهاش كويس، فده ممكن يسبب ان يحصل في السنه اللي انت هتعمل عليها كراون او عليها بريدج يحصل فيها كارز هي كمان. ازاي يعني؟ حضرتك جاي تعمل مثلا كراون على 6، ال 7 بادلي ديكيت، تمام؟ او في كلاس 2، فجيت حضرتك البيشنت قال لك لا اعمل لي ال 6 ده بس، قعدت تنظف وتظبط وكل حاجه تمام وعملت له احلى كراون، بدا الاكل يعمل ايه او البكتيريا اللي موجوده في السيفن او السن الادجسنت، تمام، تعمل لك ديب مارجن في المنطقه دي، فهيبدا يعمل لك يوصل للبون، فيبدا يعمل اريتيشن للبون، فالبون يحصل له بون لوس، فيبدا يبقى في بوكت في المنطقه دي، يبدا الاكل والبكتيريا يدخله فيلمس جدر السنه اللي انت عملت لها ريستوريشن، فبالتالي يبدا يحصل ايه تسوس او ريكرنت كارز في المنطقه اللي هي تحت الكراون بتاعك، او مور سيرفايكال الكراون اللي مارجن الكراون بتاعك، فبالتالي هيحصل فيلير. فده شكل من اشكال اللي هو ايه الفيلير تو ريموف ذا انفكشن. ممكن يبقى حضرتك اصلا ما شلت ما عملتش كومبليت كارز ريموفر، تمام؟ وانا قلت يا دكاتره قبل كده انا في حالات الكراون اند بريدج ما بحبش اعمل بارشال كارز ريموفال او سيركتيف كارز ريموفال، بالذات في حالات البريدج، تمام؟ ليه بقى؟ الحالات دي مش كومبوزيت، يعني احنا ممكن نعمل بارشال كارز ريموفال او ستيب وايز تكنيك او سيلكتيف كارز ريموفال، ايا كان انت بتسميه ايه او التكنيك اللي انت بتسميه، في حاله ان انت هتعمل كومبوزيت، فيوم ما يجي يحصل فيلير، تمام؟ البيشنت يوم ما يجي يتكلم معاك خلاص بسيطه سهله يا بيشنت، اقعد هنشيل لك الكومبوزيت القديم نحط لك كومبوزيت جديد ونشيل لك التسوس ونشوف احنا هنعمل ايه، ما خسرناش كتير. انما كراون بكلفه وبصرف عليه وبعمله بكواليتي محترمه ومعمل رايح ومعمل جاي، وسعر الكراون النهارده برقم محترم، وانا واحد بالنسبه لي ما بشتغلش البي اف ام مثلا في اغلب الحالات او في 90% من الحالات بتاعتي، تمام؟ اغلبها يا اما بزركوني يا ماكس، فبيبقى سعرها مكلف شويه، تمام؟ فبالتالي انا ما عنديش اوبشن بقى ان هيجي البيشنت بعد كده يقول لي اصل انت السنه قلبت عمل اسمه ايه ده بقت ريفرس وحصل فيها ريفرسبل بالبايتس، بضطر بقى ان انا اكسر، وانا مش من النوع اللي بجيب اسمه ايه ده كراون ريموفر واقعد اخبط في الكراون عشان اشيله عشان احافظ على الكراون عشان اعالج السنه وبعد كده ارجع الزقه، لا انا اهم حاجه عندي هي التو ستراكشر، فالكراون لو حصل فيه فيلير او تو ستراكشر حصلت فيه فيلير هيضطرني ان انا اشيل الكراون، يبقى بكسر الكراون خالص حفاظا على التو ستراكشر، لان الكراون ريموفال ده ممكن يزيل السنه ومش ممكن، هي حصلت معايا قبل كده عشان كده انا قررت ممنوع استخدام الانسترومنت دي تاني، تمام؟ فبنسبه كبيره انت بتعرض التو ستراكشر بتاعتك ان يحصل فيها كسر، فبلاش الحركه دي خالص. المهم احنا لما يبقى عندنا كارز وقررنا ان احنا نعمل بريدج، رجاء اعملوا كومبليت كارز ريموفال، ولو السنه اضطر لقيتها خلاص هتقلب منك اندو، تمام؟ احنا عندنا في البريدج يا دكاتره كونترا انديكيتد ان احنا نعمل بريدج على سنه معمول لها بالب كابنج سواء دايركت او اندايركت. بالب كابنج مفيش، يعني الاباطمنت ده او التوز دي انا هدخلها تحت بريدج بس فيها ديب كارز وانا شايف الشادو بتاع البالب، لا يا حبيبي افتح اندو، اعمل لها اندو.
طيب انا عملت بين بوينت اكسبوجر، والله كنت عامل رابر دام ايزوليشن، والبيشنت سنه صغير، وشلت كل الكيرز اللي حوالين الاكسبوجر، وهو اكسبوجر صغنون قوي، ينفع اعمل بالب كابنج؟ لا ما ينفعش، هتضطر حضرتك انك تفتح اندو تمام للسنه دي. طيب لو انا عايز اعمل كراون لسنه سنجل يونت لسنه، لو السنه دي فيها بالب كابنج او معمول لها بالب كابنج سواء دايركت او اندايركت، ينفع اعمل لها او اعمل عليها كراون؟ ينفع، ما فيش مشكله، ما دام هتعمل عليها كراون ينفع، انما بريدج لا. ايه السبب؟ السبب ان البالب كابنج السكسس ريت بتاعه اوريدي اصلا قليل. دكتور محمود يقدر يفيدنا في حاجه زي دي؟ تقريبا في رينج، بيلعب في رينج ال 14% مع تطور الماتيريال، وجود الام تي اي والبايوسيراميك باطي والبايودنتين والكلام ده كله، السكسس ريت زاد، ممكن نوصل ل 30% و 35% عادي، مفيش مشكله تمام. لكن ستيل برضو ده بالنسبه لسنجل يونت او لسنه انت هتعمل عليها كراون. فاوريدي لما تبقى عامل عليها كراون، الفورس اللي السنه دي متعرضه لها هي الفورس الطبيعيه اللي هي اي سنه او اي توس موجوده في الاورال كافيتي بتتعرض لها في البوزيشن ده. انما ما ينفعش تعمل لي بالب كابنج وتروح تحط عليه بريدج. ليه؟ لان السنه تحت البريدج بيبقى نازل عليها لود اكتر من اللود الطبيعي اللي نازل على اي سنه موجوده في الاورال كافيتي. فبالتالي انت عندك بالب كابنج فالسنه اوريدي اكزوستد او السنه اوريدي منهكه تمام، فما عاد ما بقتش قادره تستحمل اي فورس تنزل عليها. تيجي حضرتك تنزل عليها فورس واكسسيف فورس كمان عن الفورس الطبيعيه بتاعتها، فانت كده بتحكم على الكابنج بتاعك او الكابنج ماتيريال بتاعتك او التكنيك كله على بعضه مش بالفشل، بالاعدام تمام. طيب لما يحصل فيلير وانت عامل بريدج، هتضطر تكسر البريدج كله، وانت هتقول للبيشنت ثواني اما اشيل لك الريتينر اللي موجود على الاباطمنت ده وبعد كده نبقى نلحمهم في بعض، ما ينفعش، هتضطر انك تكسر البريدج كله، فالتكلفه هتبقى عاليه جدا تمام. فاولا نسب النجاح قليله جدا، ثانيا التكلفه هتبقى عاليه جدا، عشان كده بنقول ان كونتر انديكيتد انك تعمل بريدج على سنه معمول لها بالب كابنج. لكن عادي مفيش اي مشكله انك تعمل بريدج على سنه معمول لها بالب كابنج، لكن رجاء عشان خاطري لو هتعمل كراون او هتعمل بريدج، اعمل كومبليت كارز ريموفن، بلاش تعمل بارشل كارز ريموفن، شيل كل التسوس اللي موجود عند حضرتك تمام، وشوف الريستوريشن بقى اللي انت عايزها بعد كده تمام. اي سورس اوف انفكشن موجود سواء كالكلس سواء اولد ريستوريشن سواء اي حاجه لازم تشيلها. بالنسبه لموضوع الاولد ريستوريشن، دكتور محمود يمكن يفيدكم اكتر مني في الموضوع ده. دكاتره رجاء اي اولد كومبوزيت ريستوريشن اعملوا له ريبليسمنت قبل ما تعملوا فول كفرج عليه، او حتى لو اوفرلاي، حتى لو بارشل كفرج، ما دام قررت انك تعمل اي ريستوريشن ثانيه فوقيه تمام، ان دايركت ريستوريشن فوقيه سواء كراون سواء بريدج سواء اوفرلاي، رجاء اي اولد كومبوزيت ريستوريشن لازم تغيروه تمام. اي امالجم ريستوريشن اولد نيو اي حاجه، اي امالجم والنبي شيلوه وغيروه تمام. اوعى تمام، اوعى دكتور مصطفى انور، دكتور مصطفى انور، اوعى تحط indirect restoration على اي old restoration سواء composite او سواء amalgam، لازم تغيره. طيب لو في amalgam بس لسه معمول جديد، رجاء عشان خاطري تمام شيل برضو الامالجم وحط composite، او ما تحطش amalgam من الاساس. طيب لو عندنا composite لسه جديد، يعني بقاله معمول الاسبوع اللي فات، معمول الشهر اللي فات، الكلام ده كله، لا ما دام انت اللي عامله ومتاكد ان مفيش اي كارنت كارز موجود تحتيه، خلاص ممكن تحط للريستوريشن على طول بتاعتك، او تعمل بريبريشن للسنه وتحط الاندايركت ريستوريشن عليها، مفيش اي مشكله. لكن امالجم قديم او جديد لازم يتغير ويتبدل بكومبوزيت تمام. طيب كومبوزيت قديم يبقى برضه لازم يتغير، وتشيك هل في ريكارنت كارز تحتيه وانضف تحتيه، وبعد كده اقوم معوض بكومبوزيت جديد تمام. طيب اي اولد ريستوريشن هتشيلها، وقبل ما تشيلها رجاء اتاكد ان السنه بتاعتك فايتال، اعمل فايتاليتي تيست تمام، لان ممكن وفي حالات كتير قوي بيكون حاصل حاجه اسمها ليكوفاكتيف نيكروز او بارشال نيكروزس، بيبقى السنه لا فيها وايدنينج في اللامينا ديورا البريدونتال ليجمنت، مفيش فيها غلطه تمام،
بتبقى السنه ما فيش فيها اي ساين او اي سيمتومز، والبيشنت متعايش معاها وبقاله 20 سنه والدنيا جميله، والبكتيريا قاعده جوه في حاله باسيف ما كافيه خيرها شرها. تيجي حضرتك مع اي تدخل، مع اي تغير في الانفايرمنت حواليها، مع اي سيل حضرتك هتعمله بعد ما كانت البكتيريا الدنيا داخله وخارجه والريكرنت كيرز مبهدل الدنيا حواليها، اول ما حضرتك تيجي تقفل على كل ده وتعمل سيل، يبدا يحصل فلير اب او اكتيفيشن للبكتيريا اللي موجوده. مجرد انك تعمل سيمنتيشن الدنيا دي كلها بتقوم على البيشنت، تمام؟ فيبدا البيشنت يقول لك انا ما نمتش طول الليل، انا من ساعه ما عملت الكراون الم رهيب. ده بسبب ايه؟ بسبب ان اوريدي تمام البلب كان نيكروتيك، فكان فيه بكتيريا، تمام؟ فبدا يحصل فلير اب تمام للبكتيريا دي، توصل من الحاله تتحول من حاله باسيف لحاله اكتيف، فيبدا يحصل كل الساين والسيمتومز بتاعه الفلير اب، والبيشنت يجي لك موجوع. ده انا يا دكتور بقى لي 20 سنه ما اشتكيتش من الضرس ده، اول ما حضرتك اقنعتني قعدت تقنعني عشان اعمل كراون او اعمل بريدج فوقيه، من اول ما ركبنا التركيبه تمام انا ما نمتش طول الليل ومش قادر، انا عايزك تشيل البتاع دي، انا عايز اخلص منها، نفسي ارتاح، نفسي انام. ده كله حاجات كنا بنسمعها تمام. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا اهملنا حته الفيتاليتي تيست، تمام؟ فلازم حضرتك تتاكد ان السنه بتاعتك فايتال. هتقول لي الثيرمال تيست اللي هو الهوت والكولد ساعات ما بيجيبش مع البيشنت، وساعات يدي لك يعني الاستجابه، يعني مش كل البيشنت بتستجيب ليه وكده. ايه افضل تيست تستخدمه؟ افضل تيست استخدمه في الحالات دي هو الكافيتي تيست. الكافيتي تيست اللي هو بنعمله ازاي؟ بصوا بعمله ازاي. هو انا مش عندي ريستوريشن، خلاص ما بديش بنج، ما بديش اناسيزي، ببدا ادخل اشيل في الريستوريشن وانا مشغل كولنت كويس قوي، كونترا بتاعتي تكون خارج منها كولنت محترم، وابدا اشيل في الريستوريشن بتاعتي. طول ما انت بتشيل في الامالجم او بتشيل في الكومبوزيت البيشنت كده كده ما بيبقاش موجوع، فده عادي قشطه يعني. لو في كيرز تحتيه برضه البيشنت بنسبه كبيره قوي مش هيبقى موجوع، تمام؟ مجرد ما انت حضرتك تبدا تدخل في الدنتين وتلمس الدنتين، تمام؟ او يبدا يحصل فيه ساوند دنتين اكسبوجر، تمام؟ البيشنت لو السنه دي فايتال لا هيقول لك في وجع، انا مش قادر دكتور، لا ما عدتش قادر تلمس اي حاجه تاني، لا الساقع والسخن ومش قادر خالص، تمام؟ مجرد ما تلمسه. طيب البيشنت انت شغال دريلنج ووصلت الدنتين والدنيا رايقه والبيشنت مش حاسس باي حاجه والدنيا زي الفل، لا انت هنا هتبدا تشك، تمام؟ ان البالب ده نيكروتيك، فتضطر حضرتك انك تدخل وتعمل الاندو الجميل بتاعك. ورجاء ممكن دكتور محمود برضو يفيدكم اكتر، بس في الحاله دي انا ما افضلش انك تقفله سنجل فيزيت، تمام؟ لان في احتماليه ان يحصل فلير اب ما دام البالب بتاعك كان نيكروتيك، خلاص؟ طيب تالت شكل من اشكال الفيلير ديستريكارد فور توز فورم، يعني ايه؟ يعني الفيلير بتاعنا بيجي لنا في صوره اوفر كونتور، بيجي لنا في صوره اوبن كونتاكت، بيجي لنا في صوره الاناتومي بتاع السنه او التوز فورم بتاعنا مش مظبوط، في شكل غريب، تمام؟ الكراون بتاعي بالكي، الكراون بتاعي زي ما قلنا اوفر كونتور، الكراون بتاعي اندر كونتور. طيب الاوفر كونتور والاندر كونتور يعملوا لنا مشاكل، طبعا يعملوا لنا مشاكل كبيره قوي. ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل لنا ومين فيهم احسن من التاني؟ بصوا هما الاوفر كونتور والاندر كونتور الاثنين سيئين جدا، يعني ما يفضلش ان المعمل يعمل لك الكراون بتاعك اوفر كونتور ولا يعمله لك اندر كونتور، تمام؟ لكن فيهم واحد ضرره اقل من التاني او اخف من التاني. مين اللي ضرره اقل؟ الاندر كونتور ضرره اقل من الاوفر كونتور. الاوفر كونتور مشاكله اكتر ليه؟ لان زي ما قلنا ربنا خالق الكونتور بتاع السنه اللي هي الهايت اوف كونتور او الماكسيمم كونفكستي او الايكويتور لاين، كلها اسماء لحاجه واحده ايا كان انتوا بتسموها ايه، تمام؟ الكونتور ده او الكرش بتاع السنه دي ليه وظيفه. ايه الوظيفه بتاعته؟ وظيفته ان الاكل لما بيجي ينزل كده على السنه بيتزحلق على البكر سيرفيس او البلاتال سيرفيس، تمام؟ فيبدا الكونتور ده يصده بحيث يمنعه ان هو يوصل للجنجفا فيعمل لها تروما. يعني انا لو عندي اندر كونتور الاكل وانا ما بعض كده الاكل هيحصل له سليبج كده ويقوم داخل على الجنجفا عامل فيها ايه؟ تروما تروما تروما، يبدا يحصل فيها جنجفال انفلاميشن، تمام؟ ده لو هو اندر كونتور. طب لو هو اوفر كونتور، لو هو اوفر كونتور الاكل هيتزحلق ويحصل له سليبج بس من غير ما يلمس الجنجفا، تمام؟ فهيبدا يحصل ايه؟
هيبدأ يحصل تراكمات للأكل تحت الكونتور دي، كأن في مظلة كبيرة كده، فالأكل اللي هيجي تحتها ما فيش حاجة بتدخل تشيله من المنطقة دي أو تعمل له وش من المنطقة دي، تمام؟ فالأكل هيتراكم في المنطقة دي، بيسموها area of stagnation، تمام؟ تدخل البكتيريا بقى تشتغل على الأكل ده وتحلله وتقوم بالوظائف بتاعتها، تعمل لك بقى تسوسات في المنطقة دي، تعمل لك جينجيفال انفلاميشن، وهتعمل لك حاجات كتير قوي. الصح ان الكونتور بتاعنا يكون في النورمال رينج. ليه يبقى في النورمال رينج؟ لان في الكونتور بتاعنا لما يبقى في النورمال رينج، الاكل هو نازل على الكونتور بتاع السنه، تمام، هيبدا يحصل له ديفيشن، بس مش ديفيشن، مش كومبليت ديفيشن، لا يعني انحدار بسيط قوي عن الدايركشن بتاع الجينجيف، فهيبدا ان هو يوصل الجينجيف بس يعمل فيها جنتل تاتش، يعني كانه بينزل بيمسك بينزل عليها كده يلمسها كده فيعمل لها مساجنج، تمام، فيبدا يعمل لوش لاي اكل كان قديم كان موجود في المنطقه دي، بس هو نازل بالراحه مش نازل يعمل تروما زي في حالات الاندر كونتور، تمام، فمنه بيعمل وش للاكل القديم اللي في المنطقه دي عشان البكتيريا ما تشتغلش عليه. تاني حاجه بيعمل مساجنج للجينجيفا، فبيزود بيزود الوضع بتاعها او يخلي الجينجيفا بتاعتنا تبقى هيلثي جام اكتر يعني، تمام، عن طريق ان هو بيزود البلاد فلو كده. طيب رابع حاجه بقى ان يبقى عندنا مشكله في الامبريجرز. احنا عندنا كام امبريجر؟ عندنا 4 امبريجر، بكل وبلتال وكلوزال وسيرفايكال. الامبريجرز دي ربنا خلقها ليها وظيفه، والله ليها وظيفه، وظيفه مهمه، فما يفضلش ان حضرتك تيجي تعمل لي ريستوريشن فتقوم قافلهم لي، او تقفل تعمل لي اوفر كونتور او اوفر هانجد ريستوريشن. كل ده هيعمل لك ايه؟ كل ده هيعمل لك جينجيفال انفلاميشن، area of stagnation، بكتيريا بوكيتس، كل الكلام ده كله هيسبب لك فيلير في الكراون بتاعك. احنا لسه في الكلاسيفيكيشن على فكره. خامس حاجه في الكلاسيفيكيشن بتاعتنا ان يبقى عندنا انتر بروكسيمال سبيس، تمام، انتر بروكسيمال سبيسز ممكن يبقى عندي تايت كونتاكت وممكن يبقى عندي اوبن كونتاكت، الاثنين وحشين لكن اقلهم ضرر هو التايت كونتاكت. الاوبن كونتاكت دي مصيبه، الاوبن كونتاكت دي مصيبه، التايت كونتاكت مقبوله شويه ولكنها برضو وحشه، خلاص. طيب التايت كونتاكت ايه مشكلتها؟ مشكلتها هي مشكله الاوفر كونتور، تمام، ان الطبيعي ان المفروض ان الاكل يدخل في الكونتاكت ما بين الاسنان فيعمل مساجنج للجنجفا، يعمل ووش لاي اكل قديم كان موجود في المنطقه دي، تمام، لكن في حاله انك قفلت ايه اللي هيحصل؟ لما تقفل الكونتاكت هيبقى تحت السيرفايكال امبريجر، مفيش اي حاجه بتدخل جواه تعمل وش للاكل، فاي اكل بيتحشر في المنطقه دي بيقعد ومفيش حاجه بتخش تشيله من المنطقه دي، فيبقى اريا اوف ستاجنيشن، تدخل البكتيريا تشتغل عليه وتعمل لك انفلاميشنز وبوكتس. طيب لو عندي اوبن كونتاكت، اوبن كونتاكت معناه ان الاكل اللي بيدخل في الكونتاكت وبيعمل تروما للجنج، فيبدا يعمل لك ايه؟ يبدا يعمل لك فايليشن للاتاتش ايبيثيليوم او البيولوجيكال ويت، فيبقى عندك بوكتس، خلاص. فالاثنين وحشين لكن اقلهم ضرر مين؟ هو التايت كونتاكت. المفروض ان الكونتاكت بتاعتي الصح هي الكونتاكت اللي انا الاقيها يعني في ريزيستنس للفلوس لكن يعدي، بجيب دنتال فلوس والف على صباعي وادخل الاقي فيه مقاومه لكن يقوم عامل تك ويقوم داخل، اللي هو الايه؟ الدنتال فلوس، تمام. في الحاله دي الكونتاكت بتاعتي كده هو هي المعقوله، يعني الاكل هيدخل تحت بريشر او تحت فورس، فهيدخل بس بالراحه، تمام، لان في ريزيستنس للكونتاكت، لما يبقاش الدنيا واسعه فالاكل مع اي ضغط يدخل يخبط يخبط في الجنجفا ويعمل لي فايوليشن للاتاتش ايبيثيليوم بتاعي، تمام. سادس حاجه بقى ان انا يبقى عندي ديفكت او سبب الفيلير، يعني ان انا يبقى عندي مشكله في الاوكلوجن، تمام. وقلنا دايما الهاي سبوتس مصيبه، الهاي سبوتس اوعى او بلاش تمشي البيشنت بتاعك بهاي سبوتس، اخرك اخرك لو انت شاكك في الموضوع، وان كان الموضوع ما لا يحتمل الشك، يعني انك تقول له خلاص لما البنج يروح حضرتك هتروح النهارده، ولما البنج يروح لازم تجي لي بكره، تمام، ناكد ان ما فيش اي هاي سبوتس او اي حاجه عاليه، مفيش حاجه اسمها البيشنت هيتعود عليها او هيطبع عليها او الكلام ده كله، او الريستوريشن هتريح، تمام، الكلام ده كله ما ينفعش، انت حضرتك لازم تعمل او تعمل ريموفال ل او كومبليت ريموفال للهاي سبوتس اللي موجوده عندك لو انت في اسنان بوستيريور. طب لو انت في اسنان انتيريور ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ما ينفعش يبقى عندك هاي سبوت في الاسنان الانتيريور. ليه؟
عشان حاجه مهمه اسمها الكونستريكتد شيوينج باترن، تمام؟ اللي هو ايه؟ ساعات بيجي لنا بيشنتس نبص على اسنانها نلاقي اسنانها ما فيش فيها اي مشكله، الاوكلوزال بلين بتاع كل الاسنان البوستيرور زي الفل، ما فيش فيه غلطه. امال المشكله كلها فين؟ المشكله كلها ان الاربعه انسايزرز بتوعه او الاربعه لور انسايزرز فيهم اتريشن، لكن باقي الاسنان ما فيش فيها اي مشكله. ده بسبب ايه؟ بسبب الكونستريكت شيوينج باترن اللي احنا قلنا عليه ده، اللي هو البيشنت المفروض او احنا يعني كبشر لما نيجي نعمل شيوينج او ماستيكيشن كده، تمام؟ المفروض اسناني الاماميه مع اللاترال فورس ما تلمسش بعضها. في بيشنتس بقى في الكونستريكت شيوينج باترن، لا لو هو بيعمل السايكل دي وهو بيعمل شيوينج اسنانه الاماميه اللي هي اللور انسايزرز بيبداوا يخبطوا في الابر انسايزرز، فيبدا يحصل ايه؟ يبدا يحصل اتريشن في الاسنان اللي هي اللور انسايزرز كده، فبالتالي كده دي فيها مشكله. فلازم حضرتك تتاكد ان مفيش اي هاي سبوت بالذات والبيشنت بيعمل شيوينج، او مفيش اي تلامس ما بين الابر واللور في الانتيريور ريجن والبيشنت بيعمل شيوينج. دي بنعرفها ازاي؟ بنجيب جام او لبانه، تمام، وبنديها للبيشنت ونخليه يبدا يعمل ماستيكيشن عليها. ده بعد ما تلزق الكراون بتاعك او او الفينيرا بتاعتك مثلا سي ان هي تايب 3، تمام. بعد ما تلزق الكراون او الفينيرا بتاعك سواء ابر او لور، المهم يبقى واحد من الاربعه انسايزر سواء ابر او لور، تبدا تديله الجام دي او اللبانه دي وتخليه يبدا يمضغها او يعمل شيوينج بيها، واثناء ما هو بيعمل شيوينج تبدا تحط له ارتكليتنج بيبر على الاسنان الاماميه، تمام. وهو بيعمل كده تبدا انت تحط له ارتكليتنج بيبر. المفروض ان الابر مع اللور وهو بيعمل الماستيكيشن ما يعلموش او ما يلمسوش بعض. لو لقيت اي علامه من العلامات دي معناه ان هما بيلمسوا بعض وده غلط، فالمفروض تروح تشيل الهاي سبوتس دي، او مش دي مش هاي سبوت، تروح تشيل الاماكن دي، تمام، عشان يدي مجال اكتر او مساحه اكتر للفكين ان هم يعملوا اللاترال موفمنت، اللاترال موفمنت بتاعتهم من غير الانسايزرز ما يلمسوا بعضهم. خلاص يا دكاتره؟ طيب عندنا كلاسيفيكيشن ثانيه. الكلاسيفيكيشن دي متقسمه ل 6 كلاسز برضه، تمام، وبتتكلم على المود اوف فيلير، شكل الفيلير ده هيبقى عامل ازاي وهيحتاج ايه عشان نعمل ريتريتمنت للمشكله دي. اول شكل عندنا او اول كلاس عندنا هو بيقول لك ان كوز اوف فيلير از كوركتبل ويزاوت ريبليسنج اوف ذا ريستوريشن، يعني سبب المشكله قابل للترميم او التصليح من غير ما نغير الريستوريشن. زي ايه؟ زي مثلا حضرتك بتعمل كراون وعملت سيمنتيشن، فايه اللي حصل؟ ان الكونتاكت اتقفلت منك نتيجه ان السيمنت دخل في الكونتاكت فقفلها لك. طيب دي اقدر ان انا اعالجها؟ اه تقدر تعالجها. ازاي؟ بما ان السيمنت دخل، بالذات الريزن سيمنت يعني اكتر سيمنت يعني مقرف قوي في الحته دي، حضرتك هتعمل ايه؟ حصل له خلاص فول كيورنج وانت بقيت قدام الامر الواقع، هتجيب حاجه اسمها انتر بروكسيمال ستريب، تمام. الانتر بروكسيمال ستريب دي بتكون زي منشار كده، بتبدا حضرتك وساعات بيبقى لها هاند بيس مخصوصه، بتدخل زي شبه المنشار كده بالظبط، تدخل تفتح لك الكونتاكت وتنشر لك الكونتاكت، تمام. مش متوفره عندنا في اغلب عيادتنا. طب ايه البديل ليها؟ البديل ليها حضرتك هتشوف الكونتاكت اللي اتقفلت دي وتقوم جايب ويدج وتحطه في السيرفايكال امبريجر ما بينه وما بين السنه اللي حصل الكونتاكت بتاعتها اتقفلت، يجي في السيرفايكال امبريجر وتقوم جايب ويدج وضغطه جامد، اعمل ويدجنج رهيب، تمام. يعني انا ساعات بضطر بظهر التويزر ادخل الويدج بالعافيه، يعني انا عايز ماكسيمم سيبريشن ما بين الاسنان. ده اول حاجه. تاني حاجه هتبدا تجيب التفلوماير ماتريكس باند، تمام. التفلوماير ماتريكس باند اهيت، هتبدا تيجي من الجنب بتاعها او من السايد بتاعها من عند التب كده وتجيب ستون، تبرد ستون ويز راوندد وتشرشرها بالستون كده، تخليها شبه المنشار شبه السو، وتمسكها وتدخل جوه الكونتاكت او تدخل في الاوكلوزال او الانسايزال امبريجر وتبدا تعمل سوينج سوينج رايح جاي كده وتنزل، تمام. مره في مره، هي الموضوع هيبقى ريز شويه ممكن ياخد له بتاع 10 دقائق، مره في مره هتلاقي المنشار ده في شلك كل السيمنت اللي موجود هنا وانت كده فتحت الكونتاكت. بعد كده هتشيك عليها بدنتال فلوس هتلاقي الكونتاكت فتحت وكل حاجه تمام، تمام. سبب تاني او شكل تاني من اشكال كلاس 1 اللي هو ايه؟ اللي هو انا عندي فيلير حصل بس الفيلير ده كوركتبل، يعني اقدر ان انا اعالجه من غير ما اغير ريستوريشن، هو
هو الفيلير بتاع الهاي سبوت، اللي هو ايه؟ البيشنت جاي لك دكتور انا مش عارف اكل على الكراون، مش مرتاح في الكراون، ده فيلير ولا مش فيلير؟ فيلير طبعا، مش عارف ياكل عليه، وايه لازمته؟ طيب هنا هنبدا ندور على الهاي سبوت. وانس ان انت شلت الهاي سبوت يبقى كده انت عملت كوركشن للمود اوف فيلير بتاعك او شكل الفيلير اللي حصل ده. خلاص؟ طيب نروح على كلاس 2. كلاس 2 بيقول لك ان كوز اوف فيلير از كوركتبل وذاوت ريبليسنج اوف ذا ريستوريشن، وبيقول لك ان التوث ريكواير ريبير. يعني ايه؟ يعني الريستوريشن بتاعي ما فيش فيه غلطه. المارجن تحفه، كونتور عظيم، كونتاكت رائعه، اناتومي محترم، ما عنديش اي هاي سبوت، كل حاجه تمام. لكن المشكله في ايه؟ المشكله ان مثلا حضرتك كنت عامل بالب كابنج تمام والدنيا كانت مستقره، وانس ان انت جيت عملت الريستوريشن بتاعتك ايه اللي حصل؟ بدا يحصل فيلير، البيشنت بدا يتوجع وريفرسبل بالبايتس، فاضطر انك تعمل له اندو. وما تقوليش نخرم الكراون وندخل نعمل اندو، بلاش تعمل الحركه دي، اقسم بالله هتندموا ندم عمركم، ولو ظبطت معاكم مره مش هتظبط معاكم الثانيه. لان انت اصلا ما بتبقاش عارف انت هل انت بتبقى محضر الاسنان من كل الاتجاهات زي بعضها، اكيد بتبقى شايل من هنا اكتر من هنا وهكذا. فهل البالب تشامبر بتكون في النص تحت الكراون بالظبط، ولا هتبقى مترحله ناحيه؟ مش هتبقى عارف فين مكانها بالظبط لو انت مركب كراون، لان البريبريشن بتاع سعادتك مش معمول بالملي تحت. خلاص؟ فبلاش تعملوا الحركه دي، اللي هو نفتح اكسس من الكراون وندخل نعمل ايه اندو، بلاش. تمام؟ انت اولا بتضعف الكراون بتاعك، عمره الافتراضي بيقل. تمام؟ تاني حاجه انت بيكون معرض او سسبتبل اكتر ان يحصل فيه كسر في وقت قليل او في وقت قصير. تمام؟ فبالتالي انت هتبقى خسرت الريستوريشن وخسرت السن. ثالثا حتى لو جيت تعمل اندو، انا جربتها قبل كده وجيت اعمل اندو من حاجه زي كده، فتحت الاكسس وربنا كرمني تمام، ومش شطاره مني ده، هي جت من عند ربنا كده تمام. بدات اعمل انسترومنتيشن، بدات بالمانيوال فايلز بتاعتي، وبعد كده دخلت بالفايلات الروتري. فايل الروتري هو بيعمل فريكشن مع الكراون، الفايل يقدر ياكل في التو ستراكشر، الفايل بتاعك يقدر ياكل في الدنتين، انما ما يقدرش يستحمل ان هو يبدا يحاول او يتراي ان هو يبرد في كراون ميتال او زيركونيا او حتى اي ماكس. تمام؟ هو مش هيقدر يستحمل الفريكشن دي فهيتكسر، وهو ده اللي حصل فعلا. الكراون نتيجه الفريكشن مع قصدي الفايل نتيجه الفريكشن مع الكراون اتكسر. تمام؟ فانت يا اما هتعمل برفوريشن، يا اما مش هتعرف تفتح الاكسس، يا اما هتعمل اندر مايننج للوولز بتاعتك، هتقعد ما انت مش شايف فين الوول وسمكه قد ايه واللي باقي قد ايه من التو ستراكشر، فانت بتفتح شغال شغل كده ايه، نقدر نقول عمياني زي ما بيقول. ولو ربنا كرمك في ده كله تمام، هتيجي تشتغل بالفايلات بتاعتك، احتماليه ان يحصل اسمه ايه ده فراكتشر للفايل بتاعك هتكون نسبتها عاليه جدا. تمام؟ فبلاش يا دكاتره تعملوا الحركه دي، شيل الكراون بتاعك كسره خالص، شيله خالص تمام، في داهيه عيده تاني مفيش مشكله، على حساب البيشنت، على حساب المعمل، انت تشيل المعمل شويه والبيشنت شويه، المهم ما تضحيش بالتو ستراكشر. تمام؟ وهتبدا تشيل وتبدا تعمل الاندو بتاعك وترمم السنه تاني وترستور السنه تاني ككور، وبعدين تبدا تاخد امبريشن لكراون جديد. ولو انت المارجن بتاعك او الفينش لاين بتاعك كان تمام، وافتح الاكسس، حاول تفتح اكس كونزرفتيف كده وادخل على قده بالظبط. تمام؟ وابدا قفل الاندو، ولما تيجي تملى الكور سيب اخر ملي من فوق، ما تملهوش بالكور. تمام؟ والكاست بتاعك لو انت ما عدلتش اي حاجه في الاكزيال وولز بتاعت السنه ولا الفينش لاين، الكاست بتاع الكراون خلي المعمل يعمل لك عليه كراون جديد من غير ما تاخد امبريشن، من غير ما تاخد امبريشن جديد. يعني اتمنى تكونوا فاهمين، مش عارف انتوا فاهمين. دكتور محمود، دكتور محمود بيشرب شاي. لا لا هنا معاك بالشاي اهو حبيبي. طب الناس فاهمه مركزه معايا في الحته دي، يعني تركه كده يا ريت هتوفر عليهم كتير. لو حصل لا مركزين معايا؟ ها لا معاك معايا. طيب بص، لو انا دلوقتي لنا يا دكتور، نعم حد بيقول ممكن توضحها اكتر يا دكتور؟
اه ما انا هعيدها تاني دلوقتي، بس انا عايزكم بس ايه تركزوا فيها. انا دلوقتي عملت امبريشن محترم خلاص، وخدته وديته المعمل، المعمل جاب لي الكراون، لزقته، بدأ يحصل فيلير او مشكله في البالب بتاعي خلاص. فكل اللي انا هعمله ايه؟ هضطر ان انا اكسر الكراون ده، وقلنا مفيش حاجه اسمها كراون ريموفر، انسى الموضوع ده تمام. هضطر ان انا اكسر الكراون بتاعي وهفتح اكسس كونزرفتيف تمام. بما اني فتحت الاكسس كونزرفتيف وما لعبتش في الاكزيال وولز اللي هو البكل واللينجول والميزيال والديستال، لسه محافظ عليهم على الاوت لاينز بتاعتها، والفينش لاين بتاعي زي الفل على وضعه تمام. هتبدا بقى تعمل الاندو وتقفل الكور بتاعك، بس ما تملاش الكور للاخر، لا خلي ليفل الكور اقل من ليفل الاوكلوزال بلين بتاعك بواحد ملي، يعني كان في كافيتي صغير كده الدبس بتاعه واحد ملي خلاص. تمام. والكاست القديم بتاع الكراون اللي احنا كسرناه ابعته للمعمل تاني من غير ما تاخد امبريشن، وخليه يعمل لك كراون عليه ماشي. اعمل تراي ان خلاص، انت ما غيرتش في ابعاد السنه ولا غيرت في الفينش لاين بتاعك، فبالتالي المفروض الكراون على الكاست هيجي لك مظبوط زي ما كان مظبوط في اول مره تمام. هتبدا بقى حضرتك تحقن السيمنت بتاعك جوه الكراون بس بزياده، املى الكراون سيمنت، لان انت سايب حوالي 1 مللي كده تمام من الكور بتاعك ما ملتهوش للاخر. او احقن شويه شويه من السيمنت بتاعك جوه الكراون، وشويه كمل بيهم الكافيتي ده، وحط الكراون على الايه السنه في الوضع ده من غير ما تعمل كيورنج للسيمنت هنا، خلي الاثنين سوفت كده، السيمنت هيدخل لك يعوض لك الواحد مللي من الكور اللي انت كنت سايبه، ويعمل لك سيمنتيشن للسنه من غير ما تاخد امبريشن جديد وريتراكشن كورد جديد ووجع دماغ جديد تمام. ده في حاله ان انت فتحت الاكسس بتاع كونزرفتيف، او مثلا الاكسس بتاعك ممكن يبقى فتح منك كلاس 2، ممكن في لو هي على حد وول واحد تمام، بس اللاين انجلز بتاعتك كلاس 2 مثلا اللي هو ميزيال، دايما هنلاقي الاكسس بتاعنا بيبقى في الميزيال اكتر من الديستال تمام. لو اللاين انجلز بتاعتك انتكت، وانت بتفتح الاكسس، الاكسس بتاعك فتح منك كلاس 2 تمام، ما تبنيش الوولز للاخر، سيب حوالي 1 مللي تمام من الكور بتاعك، ما توصلهوش للليفل للاخر او للاخر خالص من ناحيه الاوكلوزال ومن ناحيه بلس 2 سواء ميزيال او ديستال، سيب 1 مللي كده من الكور، يعني خلي ليفل الكور اقل شويه من ليفل الوولز العاديه، واستخدم نفس الكاست القديم، واحقن السيمنت جوه الكراون والسيمنت في المنطقه اللي فيها الديفكت دي، وابدا الزق الكراون بتاعك، هتلاقيه سيتد في مكانه ومفيش اي مشكله خالص. اتمنى تكونوا فهمتوها. انا والله فهمتها جدا. ودكتور ماهر بيقول ما مش فاهمها قوي. بص يا دكتور، هو كل الموضوع ان الدكتور محمد بيقول لك ما دام الكراون بتاعك مظبوط فما فيش داعي انك تاخد امبريشن تاني، انت عندك كده كده الكاست بتاعه في العياده فمش هتاخد امبريشن جديد، بس عشان خاطر تفتح اندو انت غيرت في شكل السنه فما تكملهاش للاخر، والسيمنت هو اللي يكمل، صح كده؟ انا فاهم صح؟ صح بالظبط كده، بالظبط كده. بس ايه، سيمنت على قد مثلا 1 مللي، مش تسيب لي الكور كله سيمنت تمام. لا تمام. لو في مشكلة دكتور ماهر يعني برضو اسأله الدكتور محمد. طيب انا عايدها تاني يا دكتور ماهر بس بسرعة. بص دلوقتي انا دلوقتي السنة اهي حضرتها مبرودة اهي جميلة، خدت لها امبريشن وديته للمعمل، جينا لزقنا الكراون، لزقنا الكراون، بدأ البيشنت يقول لك انا مش قادر ووجع، هنضطر نكسر الكراون، ونكسر الكراون نفتح اكسس نعمل اندو. طيب انت دلوقتي لما تفتح اكسس وتعمل اندو، هل انت غيرت في ابعاد الاكزيال وولز بتاعتك والفينش لاين والمنطقه اللي بره دي الاكسترنال اكزيال وولز اللي الكراون هيثبت عليها؟ لا ما تغيرش، ما تغيرش غير من ناحيه الاوكلوزال بس اللي هو مكان فتحه الاكسس خلاص. على الوضع ده قفل الاندو بتاعك واملى الكور، واملى الكور بتاعك بس ما تملاهوش، يعني سيبه 1 مللي اقل من الاوكلوزال بلين، ما تملاش الكافيتي للاخر، سيب كده 1 مللي من الكافيتي بتاعك او من الاكسس كافيتي بتاعك، 1 مللي كده من الاخر ما تملاهوش بالكور، واستخدم الكاست القديم بتاع الكراون اللي احنا كسرناه، وديه للمعمل خليه يعمل لك كراون تاني على نفس الوضع ده، وهات الكراون والزقه. بس هتلزقه ازاي؟ هتحط شويه سيمنت تكمل بيهم الواحد مللي من الكور ده اللي او من الاكسس كافيتي بتاعك اللي انت كنت سايبه، وبقيه السيمنت تحطه في الكراون، وحط الاثنين مع بعض وهما لسه سوفت. ان شاء الله تكون فهمتها. اتمنى لو انت ما فهمتهاش ارجع لها تاني في اللايف ايه كذا مره، هتجمعها باذن الله.
ده بدل ما تروح تاخد ايه امبريشن جديد والكلام ده كله. طيب نروح لكلاس 3. كلاس 3 بيقول لك ان الفيلير ريكواير ريستوريشن ريبليسمنت اونلي. يعني ايه؟ يعني هي المشكله عندنا كلها في الريستوريشن نفسها. يعني انا كان عندي اوبن مارجن، كان عندي اوفر كونتور، كان عندي اوفر اكستند مارجن، كان عندي شورت مارجن، كان عندي اي مشكله في السنه، كان عندي مشكله في الاناتومي بتاع السنه، مشكله في الاوكلوجن بتاع السنه، مشكله في الكونتاكت بتاع السنه. فبالتالي هتضطر انك تعمل ايه؟ هتعمل ريميك للريستوريشن بتاعتك. لكن هل هتعدل حاجه في التوث ستراكشر؟ لا، التوث ستراكشر كفينش لاين مظبوط، كاكسيال وولز مظبوطه، تمام. هتضطر تعدل فيها ليه؟ مش هنعدل ولا هنلمس فيها اي حاجه. كل اللي مطلوب مننا ان احنا نعمل ريميك، نشيل الاولد ريستوريشن دي، تمام، وناخد امبريشن جديد نوديه للمعمل عشان يجيب لنا بريدج او كراون ونلزقه تاني في مكان من غير ما نعدل اي حاجه في التو ستراكشر، تمام. طيب كلاس كلاس 4 بيقول لك ريستوريشن ريبليس، تمام، اند توث ريبير. يعني انا دلوقتي مضطر ان انا اغير الريستوريشن واغير مين؟ واغير السن او اعدل في السن دي في حالات ايه او زي حالات ايه؟ حالات ان انا عندي اوبن مارجن بس بقاله فتره كبيره فبدا يحصل ريكرنت كيرز، فبالتالي اوبن مارجن يعني الريستوريشن محتاجه ان هي تتغير بس بقاله فتره كبيره وحصل ريكرنت كيرز. فانا لما اشيل الكراون القديم ده ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان في تسوس في السنه، فاضطر ان انا اشيل التسوس واعدل في وضع السنه، تمام. طيب مثال تاني زي ايه؟ زي في حالات لما بنيجي نشيل اولد ريستوريشن، تمام، او الريستوريشن فيها مشكله فالريستوريشن محتاجه تتغير، اجي اشيلها الاقي ان الفينش لاين بتاعي او بتاع الراجل اللي عمله او دكتوري الدكتور اللي عمله قبلي الفينش لاين مش واضح، او الفينش لاين تخين قوي، او الفينش لاين مقطع، تمام. فهتضطر ان حضرتك تعدل في البريبريشن بتاعك عن طريق انك هتعمل بيلد اب تاني لان الفينش لاين اوفر او تخين قوي، فهتضطر انك تبني السنه من جديد وتعمل فينش لاين جديد. او لو انت عندك الفينش لاين بتاعك مقطع هتضطر انك تمحي الفينش لاين ده مثلا وتعمل فيرتي بريب او شكل جديد للفينش لاين. فبالتالي انت كده عدلت في التو ستراكشر وعملت ريبليسمنت، وده هو كلاس 4، تمام. بس السنه ستيل ريستوربل، ستيل السنه ما زالت قابله للترميم. كلاس 5 بقى هو ان السنه خلاص بقت بادلي ديكيد، بقت نون ريستوربل زي حالات الميتال بوست. ساعات نلاقي حاله معمول لها كراون ومعمول لها ميتال بوست، حاله معمول لها كراون ومعمول لها ميتال بوست، الحاله دي عملت لك فيرتيكال روت فراكتشر، فبالتالي تيجي تبص على التو ستراكشر خلاص ما عادش فيها امل للحياه، هنضطر ان احنا نخلعها. طيب هنخلع السنه، لكن طريقه العلاج هتبقى عامله ازاي؟ لو طريقه العلاج لسه تحت برانش الفيكسد بروستونتكس او انكلودد لبرانش الفيكسد بروستونتكس فده يعتبر تايب 5، لكن لو هي خرجت من ليفل الفيكسد بروستونتكس راحت ناحيه الريموفبل بقى يبقى دي نون ريستور، دي بقت كلاس 6. يعني زي ايه مثلا؟ زي حاله زي دي اللي انتم شايفينها دي في الصوره، دي سنه الميتال بوست كسر السنه عامل لك فيرتيكال روت فراكتشر، تمام. فبالتالي ان انا هضطر ان انا اعمل ايه في السنه؟ هضطر ان انا اخلعها. طب ايه هو الحل؟ هتقول لي الامبلانت، سيبك من الام، احنا بنتكلم دلوقتي في كراون وبريدج. الحل ان احنا نعمل لها بريدج. طب هل البريدج ده ينفع فيكسد بارشال دينشر اللي هو فيكسد بريدج، تمام، تحت الفيكسد تحت مظله الفيكسد، ولا خرجت؟ ينفع اختار الاباطمنت اللي هو السنترال واللاترال واعمل بريدج، يبقى كده احنا لسه تبع الفيكس، يبقى احنا كده في كلاس 5. لكن لو حاله زي اللي انتم شايفينها دي، سنه زي ال7 اللي انتم شايفينه الايسوليتد ده المعزول ده لوحده ده، لنفرض مثلا ان ده حصل فيه فيرتيكال روت فراكتشر او حصل فيه موبيليتي فهضطر ان انا اخلعه، هل هينفع ان انا اعمل فيكسد بروسيزس في المنطقه دي؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان بقت فري ان سادل فهضطر ان انا اعمل ريموفل. فكده دي بقت كلاس 6. خلاص يا دكاتره، دي الكلاسز ودي الكلاسيفيكيشنز، يعني مش شرط انكم تحفظوها، انا بالنسبه لي انا مش حافظها، لكن عارف تفاصيلها وفاهم كل واحده. انا كانت تبع الانترودكشن، عايزين ندخل بقى بعد كده على الموضوع المهم اللي هو بلينز اوف كراون اند بريدج فيلير. احنا عندنا 3 بلينز، تمام. اول
حاجة هنتكلم عليها هو الاساتيك فيلير، ان احنا يبقى عندنا ديفكت في الاساتيك، تمام، او فيلير في الاساتيك. مبدئيا يا دكاترة، اي فيلير في الاساتيك، او مش اي فيلير، نقدر نقول بنسبة 90% فيليرز الاساتيك علاجها ريميك، تمام. اصل ده شكل وده ذوق، فلو الشكل والذوق والكلر برضو ما عجبوش البيشنت، فانت مهما تقعد تبرر له وتقنعه خلاص، يعني هو الحل لازم ان هو ريميك. لكن في حالات بتمشي من غير ريميك، اللي هي حالات ايه مثلا؟ والخطأ ده شائع، شائع جدا جدا جدا، واي حد شغال كراون اند بريدج بالذات في الاستاتيك زون هيلاحظه، بالذات الناس اللي بتشتغل فينيرز كتير وسمايل ميك اوفر كتير. تيجي تعمل مثلا فينيرز، بعد ما تعمل السيمنتيشن تيجي تصور، تبص كده في الكاميرا بتاعتك او في الصوره بتاعتك، تلاقي فيه كراون اطول من التاني. المشكله دي موجوده، موجوده، تمام. بيبقى اصلا يا جماعه المشكله دي بتبقى موجوده اصلا في الاساس واثناء التراي ان، لكن ما بتبقاش باينه، لان الطول اللي ما بين الفرق الطول اللي ما بين الاثنين بيبقى فرق طول لا يذكر، حاجه بسيطه جدا، تمام. لكن لما حضرتك تيجي تصور صوره وتعمل الزوم الكبير للصوره، تمام، الحاجه الصغيره دي بتبان لك حاجه كبيره، تمام. فهي بنسبه كبيره هتلاقيها ظاهره معاك في الصوره، لكن كلينيكالي وفي الحقيقه هي ممكن تبقى ظاهره لو دققت فيها قوي، لكن في الحقيقه يعني لو اي شخص عادي لا مش هياخد باله منها، تمام. دي حاجة بقى ممكن تتعدل، اللي هو ايه، سنتر الاطول من التاني بحوالي ربع ملي ولا حاجة، ممكن حضرتك تجيب ستون وتبدأ ان انت تشيل من الانسايز الايدج حاجة بسيطة كده بس بالراحة، يعني واحدة واحدة، تمام، لحد ما تبدأ تظبط الشكل بتاعهم. ولو البيشنت توافق على الموضوع ده او على الشكل ده، خلاص بقى احنا كده عدلنا الفيلير بتاعنا او عالجنا الفيلير بتاعنا او المشكلة اللي موجودة عندنا، تمام. طيب حاجة تانية برضه ممكن ان هي تتعالج، زي مثلا حالات الفامباير شيب اللي هو ريفرس سمايل كيرف. عملنا كيس لقينا ان الكناينز بقوا بارزين، فانت ممكن حضرتك تجيب بير او تجيب ستون وتبدا انك تاثر من الكناينز حاجه بسيطه فيما لا يؤثر على البروبورشن ما بين الويتس اند لينث، يعني ما تاثرهوش بحيث تخليه لي مربع في بعضه، تمام، ومن غير ما تاثر على شكل الاناتومي بتاعه، تمام، بحيث انك تظبط السمايل كيرف. هتقول لي ما الحاجات دي ممكن لونها يغير؟ بنسبه كبيره، بما انك لعبت في الانسايزر ايدج هيحصل ديسكلاريشن للسنه، لكن ما اكدبش عليك ماتيريال زي الاي ماكس ليها بولشنج بيست اند بولشنج كيت، تقدر فعلا تعمل لهم بولشنج محترم بيهم بالديسكس والرابرز، بس دي كيت مخصوصه للاي ماكس والبيست بتاعه، تمام، بحيث ان انت ترجعه او تقربه من الليفل بتاع او الحاله بتاعت الجليزنج، يعني كانك عامل له جليزنج بالظبط، فاحتماليه ان يحصل له ديسكلاريشن هتكون نسبتها قليله جدا لو انت استخدمت الحاجات دي او الكيت دي، لكنها كيت سعرها غالي قوي، يعني انكم تجيبوها مش هتلاقوها متوفره بسهوله يعني. فاغلبيه زي ما اتفقنا، اغلبيه المشاكل اللي اساسها ايثاتكس، تمام، علاجها هو الريميك. لكن لو هي حاجه ماينور، حاجه بسيطه تتعدل او والبيشنت هيوافق، يعني خد بالك ان البيشنت يكون برضو موافق، لو الحاجه تتعدل وحضرتك شلت من هنا او عملت كده، تمام، والبيشنت توافق عليها فما فيش مشكله. لكن انت ممكن زي ما قلت لك البيشنت توافق ساعتها، لكن بعد شهر ولا بعد اسبوعين يجي يحصل ديسكفريشن في الاماكن اللي انت عدلت فيها، يجي يقول لك لا ده لونه غير، ففي الحاله دي هتضطر برضو انك تعمل ريبليسمنت او تغير، تمام. الماتيريال برضو ممكن حضرتك تختار ماتيريال، يعني مش هنقول ماتيريال غلط، ما تختارش الماتيريال المناسبه، يعني احنا شغالين في اساتيك زون، جيت حضرتك اخترت زيركونيا، فجيت انت مختار الشيت صح وكل حاجه تمام، جيت تحط الزيركونيا او تعمل لها سيمنتيشن، خلاص البيشنت، او انت عملت سيمنتيشن مع نفسك وما وريتش البيشنت، في ناس بتعمل كده كتير وده غلط، تمام. جه البيشنت قال لك بس اللون مش عاجبني، او الماتيريال ما فيهاش الترانسلوسنس اللي انا عايزها، لا انا مش موافق، في الحاله دي هتضطر انك ترميك، تمام. فممكن يبقى المشكله ان انت عملت كولر ديسماتشنج، تمام، انت ما اخترتش اللون غلط، وممكن تبقى انت اخترت ماتيريال مش كويسه زي البي اف ام او الزيركونيا لو احنا في اساتيك زون، وممكن تبقى يبقى المعمل عمل لك الاناتومي والكونتور والكونتاكت مش احسن حاجه،
ممكن ما يكونش ضاف لك الترانسلوسنس اللي البيشنت عايزها. عشان كده يا دكاتره، عشان تخرج من المأزق ده، نصيحه ليك، لازم تسأل البيشنت هو حضرتك متوقع سنان حضرتك تبقى شكلها ايه، او سؤال بصيغه تانية، هو حضرتك معاك شكل معين او اسنان حد معين او صوره معينه عايز توصل لها؟ لازم تقرا دماغ البيشنت الاول. ما ممكن يكون عايز سنانه تبقى زي اسنان نانسي عجرم، تمام، بس هو شبه جيلبرتو، تمام، انا اسف ما اقصدش والله حاجه، لكن هو كل بيشنت وليه الشكل وليه الحاجه اللي هتليق عليه. انا اللي يليق عليا ممكن ما يليقش على دكتور محمود، واللي يليق على دكتور محمود ممكن ما يليقش عليا، فاحنا بنشوف ايه المناسب للبيشنت. عشان كده انت لازم تقرا افكاره وتشوف توقعاته ومودياك فين ورايحه فين. خلاص يا دكاتره، في الاول كده عشان ما تدخلوش في متاهه، اللي هو انا والله ده انا عامل لك احسن حاجه مناسبه ليك، يقول لك لا بس مش ده اللي انا عايزه، انا محتاج ان انا ابقى الشكل ده. هتقول له بس انت ما ينفعش تبقى الشكل ده او مش مناسب معاك، هيقول لك طب ما قلتليش ليه كده يا دكتور من الاول. فبلاش ندخل في الحته دي، فلازم من الاول نعرف افكار البيشنت عامله ازاي، تمام. طيب موضوع الميد لاين شيفت برضو ناخد بالنا منه، ساعات بنعمل حالات ويجي بعد كده نلاقي ان احنا عملنا ميد لاين شيفت، فبالتالي هتضطر انك تغير الاسنان اللي انت عملتها دي عشان تظبط الميد لاين بتاعك، او على الاقل التو انسايزرز لو هم اساس المشكله او اللي فيهم المشكله. دي بالنسبه للصور الحكايه اللي اتكلمنا عليها. سوري انا هموت وانام والله، بس يعني ايه يعني خلونا كده ايه مع بعض كده واحده واحده، دينا بندردش يعني. تاني مود من المودز اوف فيلير هو الميكانيكال فيلير، واعتقد الموضوع ده هيفرق معاكم جدا او انتوا جايين تحضروا المحاضره عشان الحته دي، تمام، اللي هو الميكانيكال فيلير. اول شكل من اشكال الميكانيكال فيلير هو اللوز اوف ريتنشن. يعني ايه؟ يعني الكراون بتاعي وقع، ساب السنه ووقع. طيب ايه سبب الموضوع اللوز اوف ريتنشن؟ اولا هنتكلم اول حاجه ان ممكن يكون سببها هو البريبريشن. حضرتك عامل بريبريشن غلط، يا اما عامل اوفر بريبريشن، اوفر كونفرجنس، يعني مميل الوولز جامد او اوفر انكلينيشن، تمام، مقرطصه جامد كده، تمام، فده هيعمل لك ايه؟ هيقلل لك الفريكشن او الاحتكاك ما بين الانترنال اكزيال وولز بتاعه الكراون والاكسترنال اكزيال وولز بتاعه السنه، فالاحتكاك ما بينهم هيبقى قليل، فبالتالي الريتنشن هيبقى قليل، فهتلاقي ان الكراون وقع بسهوله او بيقع منك بسهوله. طيب ايه السبب الثاني؟ السبب الثاني ان ممكن تبقى السنه اوريدي قصيره، عندك حاجه اسمها شورت كلينيكال كراون. يعني ايه شورت كلينيكال كراون؟ يعني اللي باقي الكلينيكال كراون بتاعك، يعني اللي ظاهر من التوث ستراكشر فوق ليفل الجنجفا اوريدي قصير. طيب المفروض اقل ليفل يبقى قد ايه؟ بصوا يا دكاتره، احنا عارفين الكليرنس تقريبا بيلعب في رينج ال 2 مللي، تمام؟ واقل لينس او اقل طول للسنه من اول الاوكلوزال بلين بتاعها او الاوكلوزال سيرفيس بتاعها بعد الكليرنس لحد الفينش لاين، يعني من الاوكلوزال سيرفيس لحد الفينش لاين، تمام، المفروض المسافه دي ما تقلش عن 3 مللي. اقل من كده اعرف ان الكراون بتاعك الريتنشن بتاعه هيبقى قليل وعمره هيبقى قليل، هتلاقيه كل شويه بيقع. خلاص يا دكاتره، من اول الاوكلوزال بلين بتاعنا او الاوكلوزال سيرفيس بتاعنا بعد الكليرنس، بعد الكليرنس من اوله كده لحد الفينش لاين، المفروض المسافه دي، تمام، ما تقلش عن 3 مللي. اقل من 3 مللي اعرف ان الكراون بتاعك هيبقى فيه مشكله. طيب ايه هي المشكله الثانيه؟ مشكله السيتنج من الاساس وانت بتعمل سيمنتيشن او انت بتسيت الكراون، ممكن ما تكونش سيدت الكراون صح. يعني المفروض ان الكراون بتاعي يبقى سيت لحد الليفل ده، ممكن وانا بعمل سيمنتيشن كان في اكسس سيمنت كتير وما خدتش بالي، كان في فريكشن رهيب او احتكاك رهيب ما بين الكراون وما بين السنه، فبالتالي انا ما سيتش الكراون، ما عملتش كومبليت سيتنج للكراون، والسيمنت حصل له سيتنج على الوضع ده، فبالتالي بقى عندك الكراون مش ثابت في مكانه او مش سيتد او مش داخل في مكانه، مش معشق كويس في مكانه، ومعتمد في ثباته على الايه؟ على السيمنت. فده في حد ذاته اولا هيعمل لك هاي سبوتس عاليه، ان الكراون ما دخلش كله، ما دخلش في مكانه صح، فبالتالي هيبقى مرفوع كده عن السنه، فبالتالي هيبقى فيه هاي سبوتس، هتضطر تشيل 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 من الكراون لحد يا اما هتخرمه
تمام، يا اما هتخلي سيكنس الاوكلوزال بلين بتاعه الاوكلوزال سيرفيس بتاعه قليل، البيشنت مع العض هيبدا يكسره. تمام، ولو اللي انا قلته لك ده ما حصلش فمعنى كده برضو ان الكراون او المارجن بتاع الكراون مش واصل للفينش لاين، هو بعيد عنه، فبالتالي بقى عندك هنا اوبن مارجن او شورت مارجن، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ السيمنت هيبدا يدوب ويبدا يدخل سلايفا وبكتيريا ويبدا يحصل تسوس ويعمل ديسولوشن او سولوبيليتي للسيمنت بتاعك، وهيبدا الكراون يفك ويقع منك تاني. فناخد بالنا كويس ان احنا عاملين سيمنتيشن كويس وعاملين سيتنج كويس للكراون، نتاكد ان احنا ما عندناش شورت كلينيكال كراون، نتاكد ان البريباريشن بتاعي ما عنديش اوفر كونفرجنس. بصوا يا دكاتره، موضوع الاوفر ريدكشن ده، امتى اعمل اوفر ريدكشن او امتى مسموح لي ان انا ازود الكونفرجنس انجل بتاعتي عن ال 6 ديجري اللي انتم متعودين عليها؟ كل السنه بتاعت سعادتك ما بقت طويله، كل اللينث ما بقى طويل، وكل ما 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 الفينش لاين بتاعك بينزل مور سيرفايكال، فانت هتضطر غصب عنك انك تزود الكونفرجنس انجل. تمام، كل السنه بتاعتك ما بقت قصيره هتضطر تقلل الكونفرجنس انجل، وفي حالات بنعمل باراليزم للوولز. زي ايه مثلا؟ زي لاترال انسايزرز. اللاترال انسايزرز من الاسنان المشهوره ان هي بتبقى قصيره جدا، فدي مش محتاج ان انا اعمل فيها اوفر كونفرجنس، لا، ده انا هخلي الوولز بتاعتي بارلل بحيث الكراون وهو داخل يبقى عامل فريكشن كويس، عامل احتكاك محترم، فبالتالي يزود لي الريتنشن بتاعي. خلاص يا دكاتره؟ طيب. بعد كده مشاكل اللوز اوف ريتنشن، ان انا يبقى عندي روكينج. وناخد بالنا من موضوع الروكينج ده عشان اغلبنا بنقيمه غلط في حالات البريدج. بتعملوا ايه؟ ده بريدج اهو. خلاص؟ حضرتك لما بتروح تسيت البريدج في مكانه وبعدين بتروح تتشيك الروكينج، بتعمل ايه؟ بتقوم ضغط على الابطمنت، قصدي الريتينر الاخير. تمام؟ تلاقي الكراون البريدج طلع من مكانه، تروح تضغط على الاولاني تلاقيه طلع من مكانه، تقول خلاص ده فيه كده روكينج. لا، هو كده ما فيهوش فيه روكينج، او مش شرط يبقى فيه روكينج. ليه؟ لان الكراون البريدج ده ما هواش سيمنتد. تمام؟ انت حضرتك مش عامل له سيمنتيشن. تمام؟ فلما تضغط عليه من هنا ما هو طبيعي هيبدا يتحرك من مكانه من هنا، ولما تضغط عليه من هنا هيبدا يتحرك من مكانه من هنا. امال الصح ان انا تشيك الروكينج ازاي؟ تشيك الروكينج بصباعين، صباع ضاغط على الابطمنت الاولاني وصباع ضاغط على الابطمنت الثاني. تمام، الاثنين لامسين بس الابطمنت الاول ولامسين او الريتينر الاول والريتينر الثاني. من ناحيه البوستيرور هبدا اعمل بريشر او ضغط على الريتينر البوستيريور، صباع اللي على الريتينر الانتيريور بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت. يعني ما شيلش صباعي، لا، هو لامس بس بيعمل سبورت، بيصد. وبعد كده ابدا اضغط من ناحيه الانتيريور، صباعي اللي في الانتيريور يبدا يعمل بقى بريشر يضغط، بس صباعي اللي في على الريتينر البوستيريور بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت. فهبقى بعمل كده، مش عارف اعملها لكم ازاي بس ممكن على المخده دي. تمام، ابقى بعمل كده ده كده كده اهو للبريدج بصباعيني كده. تمام، بضغط من هنا بس صباعي ده عامل سبورت، وبعد كده ارجع اضغط من هنا بس صباعي ده عامل سبورت. طبعا ده بتعمله بصوابعك يعني، بس انا عشان ماسك المسطره دي فايه، ما انت بتعمل كده. بصوا كده يا دكاتره، كده وانت عامل سبورت من الجنب التاني، وبعدين كده. تمام، وبالراحه، حاجه بسيطه كده، كده وكده، حاجه بسيطه كده. شوفوا بقى، هل هو عمال يلعب تحت ايدك ستيل عمال يروك، ولا لا، هو في البدايه بدا يعمل روكينج وبعد كده بدا يثبت؟ ما هو ممكن في البدايه يعمل روكينج لحد ما يوصل يبقى سيتد في مكان. وساعات بتبقى البونتك نفسها بتبقى عماله تروك، بتبقى هي بارزه شويه. تمام، لان هي لمسه الجنجفا او لمسه الريدج الاول. تمام، فمجرد ان حضرتك ما تبدا تعمل الحركه دي وتعمل بريشر رايت اند ليفت، تمام، او بوستيرور انتيريور، تمام، هيبدا البونتك تعمل كومبريشن للجنجفا، فبالتالي الريتينرز هيوصلوا الفينش لاين بتاعه. بتبقى حاجات بسيطه كده بالمايكرونز يعني، فمجرد ان هو وصل الفينش لاين والريتينر بقى سيتد على الجنجف خلاص الروكينج اختفى. في الحاله دي انت مش محتاج تعدل اي حاجه في البريدج بتاعك، البريدج بتاعك زي الفل مفيش فيه غلط. تمام، انما بقى لو لقيته
وانت بتسبورت من هنا وبتعمل بريشر من هنا برضه ستيل في روكينج تحت صباعك، او انت حاسس ان هو بيروك تحت ايدك، لا يبقى في الحاله دي في مشكله في الروكينج. طب نعالجها ازاي او نحاول نوصل لها ازاي؟ ممكن اقول لكم على تو تريكس كده تعملوه. اولا ممكن لو المشكله عند البونتك، لو المشكله ان البونتك هي اللي لامسه الريدج ومنع التو ريتينرز اللي هم يوصلوا للفينش لاين او المارجنز بتاع الريتينر انه يوصل للفينش لاين، ممكن تعمل الحركه دي. هتجيب ارتكليتنج بيبر وتحطها على الريدج، ارتكليتنج بيبر تحطها على الريدج وتبدا تعمل الحركه دي اللي هو تسيت البريدج فوقيها، سيت البريدج فوق الارتكليتنج بيبر في مكانه، يعني البريدج هيبدا يسيت في مكانه، بس انت حاطط على الريدج ايه؟ حاطط على الريدج اللي هي الجينجفا ارتكليتنج بيبر، وهتبدا ان انت تسيت وتبدا تخليه يعمل حته الروكينج كده رايت اند ليفت، وبعد كده تقوم شايله وتبص شوف مين النقطه اللي معلمه في البونتك وابدا شيل منها وجرب البريدج تاني واحدة في واحدة كده من المنطقة اللي هي معلمة دي أو اللي هي لمسة دي، أول ما تبدأ تعمل لها ريليف وتشيلها هتلاقي البريدج بتاعك بقى سيد. ده في حالة إن سبب الروكينج هو البونتك بتاعتنا. طب لو سبب الروكينج مشكلة في الريتينرز نفسهم، في حاجة شارب مثلا تحت الفينش لاين أو تحت المارجن بتاعه بتاع الكراون فمخليه يبقى فيه روكينج، تعمل إيه؟ ممكن تجيبه لايت لايت امبريشن ماتيريال وتبداوا تحقنوه جوه الكراون كانه سيمنت كده جوه البريدج والكراون، وتاكد ان اللايت مغطي برضو الفيتنج سيرفيس بتاع البونتك تمام، او الجينجفال اسبكت بتاع البونتك تمام. يبقى املى الكراون كان اللايت ده سيمنت، املى الكراون من جوه باللايت والكراون الثاني او الريتينر الثاني باللايت، وهات على البونتك من ناحيه الجينجفا برضه لايت وابدا حطها في مكانها تمام، سيتها في مكانها واعمل البريشر بتاعك تاني، وبعد كده سيب اللايت ده تحت البريشر وانت عامل بريشر بصباعك، سيب اللايت ده يحصل له فول سيتنج فول سيتنج، وبعد كده ابدا شيله. شوف الاماكن اللي اللايت متقطع او مخرم فيها فين، دي تعتبر بريشر اريا او اماكن محتاج ان حضرتك تعمل لها ريليف، ابدا اعمل في الاماكن دي ريليف وجرب تاني ان شاء الله هتلاقي الروكنج راح خالص. خلاص من اسباب برضو اللوز اوف ريتنشن هي المارجن ديسكربنسي، اللي هو ايه؟ اللي هو المارجن فيه ديفكت، اوبن مارجن شورت مارجن كل الحاجات دي كلها، وهنضطر ناجل المنطقه الحته دي تمام لما نيجي نتكلم عن الديبوندنج او الديسيمنتيشن، فهنسيبها دلوقتي. طيب من الاسباب الحاجات اللي ممكن توقع لك البريدج او تعمل لك لوز اوف ريتنشن هي الهاي سبوت. الهاي سبوت دي مشكله بلوه، ليه بقى؟ لان يا دكاتره الهاي سبوت دي معناها هي اول نقطه او اول منطقه لما البيشنت بيجي يقفل سنانه، اول منطقه في الفكين بيلمسه هي المنطقه دي، دي اول نقطه في الاورال كافيتي بتلمس اثناء البايتنج تمام. فبالتالي الفورس بتاعه الماستيكيشن كلها والفورس بتاعه الماسل اوف ماستيكيشن كلها متركزه على النقطه دي، واحنا عندنا القانون بتاعه ايه بتاع السيرفيس اريا عكس البريشر، كل ما زاد السيرفيس اريا كل ما البريشر يقل، وكل السيرفيس اريا ما تقل كل ما البريشر يزيد تمام. فلما السيرفيس اريا تبقى بوينتد او تبقى سبوت فكده السيرفيس اريا قلت، فبالتالي البريشر هيبقى زايد، فانت كده بتعمل تروما تمام، فاحتماليه ان البريدج او الكراون يقع بتبقى عاليه جدا، فبلاش تمشوا البيشنت بهاي سبوتس. دي اول حاجه. تاني حاجة نوعية الأكل اللي البيشنت بياكله، في بيشنت بتحب الحاجات الستيكي، اللبان، التوفي، رز، مش عارف إيه، الحاجات اللي هي معجنة دي، تمام؟ الكلام ده كله بيبقى ممنوع يا دكاترة، أو من ضمن الانستراكشنز اللي بنديها للبيشنت إن إحنا بنمنعهم من الحاجات دي، ليه؟ لأن الحاجات دي بتكسر السيل بتاع السيمنت، فده ممكن يوقع لك الكراون بتاعك، عشان كده ممنوع توفي، ممنوع لبان، ممنوع أي حاجة ستيكي، تمام؟ ممكن بور سيمنتيشن من اسباب اللوز اوف ريتنشن. يعني ايه بور سيمنتيشن؟ حضرتك ما عملتش السيمنتيشن صح، ولو عايزين تعرفوا السيمنتيشن ازاي بنعمله انا كنت عامل محاضره من حوالي سنه بتتكلم عن السيمنتس، انواع السيمنتس كلها وازاي نعمل التكنيك اوف سيمنتيشن، فممكن تدوروا عليها على اليوتيوب ولا حاجه ان شاء الله هتلاقوها. انكوركت ماتيريال سيلكشن،
يعني انت اخترت ماتيريال غلط. يعني ايه؟ ماتيريال زي الايماكس رحت عملتها بريدج على مولر تيث، فهيبقى ايه المصير؟ المصير ان الكراون بتاعك هيقع، تمام، او البريدج بتاعك هيتكسر. طيب ممكن برضو ان حضرتك تكون اخترت ماتيريال السيمنتيشن غلط، زي ايه؟ زي مثلا اي ماكس رحت لزقته بجلاس اينمر، فبالتالي هتلاقي ان الكراون بتاعك وقع. فهنا المشكله ان حضرتك عندك نقص معلومات، او انت اخترت ماتيريال غلط تلزق بيها، او ماتيريال غلط تحطها في مكان معين في الاورال كافيتي. خلاص. طيب من اسباب الميكانيكال فيلير، تاني سبب هو الديسيمنتيشن او الديبوندنج، ان المشكله ان الكراون وقع بسبب ان السيمنت فك. طب السيمنت هيفك ازاي؟ او ايه سبب ان السيمنت ده يحصل له ديسيمنتيشن او ديبوندنج؟ هو قلنا المارجن ديسكربنسي، ان يبقى عندك اوبن مارجن او شورت مارجن او اي ديفكت في المارجن. بصوا يا دكاتره، خدوها قاعده كده في حياتكم، اي ديفكت في المارجن علاجه ريميك، اي ديفكت في المارجن علاجه ريميك، دي ما فيهاش هزار، تمام. فلو انت عند حضرتك ديفكت في المارجن، تمام، ولزقت البريدج على الوضع ده، هتبدا السيمنت بتاعك يحصل له ديسولوشن او سوليبيليتي، تمام. هيدوب السيمنت، هيبدا البكتيريا تدخل، سلايفا تدخل، ريكارنت كارز، تمام. ايه اللي هيحصل؟ السيمنت هيدوب، فهيحصل دي بوندنج او دي سيمنتيشن، لان السيمنت اتاكل من المنطقه دي او داب من المنطقه دي، تمام. طيب عشان كده لما يبقى عندنا ماينور ديفكت في المارجن، في ساعات كده بنلاقي ايه، الكراون او البريدج ما فيش فيه غلطه، بس فيها دكتور شعره كده ضميري واجعني بسببها، تمام. بس يعني برضو حرام عليا لو رحت عملت ريميك، او مش هروح اعمل ريميك او اعيد البريدج عشان الديفكت ده. طب دي ممكن نعمل فيها ايه؟ دي ممكن بقى عشان تعالجوا حاجه زي كده، الزقوا بريزن سيمنت، لان الريزن سيمنت اغلبهم اللي موجودين دول، تمام، نون سولوبل، يعني ما بيدوبوش، لان الريزن سيمنت شبه الكومبوزيت كده. خلاص. فلو عندك ديفكت زي ده في المارجن، هو هيدخل في الحته دي ويسدها ومش هيدوب مع الوقت. انما لو لزقت بجلاس اينمر او اي كونفشنال سيمنت، هو هيدخل في المنطقه اللي فيها الديفكت دي ويسدها، لكن هيدوب مع الوقت، تمام. فبالتالي بقى عندك اوبن مارجن. عشان كده لو عندك ماينور ديفكت في المارجن، الماينور ديفكت لحد قد ايه بيبقى اكسبتبل؟ لحد 120 مايكرون، لحد 120 مايكرون شورت مارجن او اوبن مارجن، الموضوع هيبقى اكسبتبل، تمام. انا بالنسبه لي ولا 120 ولا 10 حتى، تمام. اي ديفكت في المارجن ريميك، انا مش خسران حاجه، والله انا متفق مع المعمل اللي انا بتعامل معاه من الاول، والله اي حاجه من الحاجات دي او اي خطأ من الاخطاء دي حضرتك هتعمل لي ريميك للبريدج بتاعي، خلاص. والراجل متقبل الوضع وراجل محترم وكل حاجه تمام، واحنا مسيستمين امورنا على كده، خلاص. فالمفروض ان اي ديفكت عند المارجن قلنا ريميك، لكن معاك لحد 120 مايكرون انت عندك، يبقى عندك اوبن مارجن او شورت مارجن، وممكن تاكسبت الكيس وتلزقها على الوضع ده، بس بشرط انك تلزقها بايه؟ بريزن سيمنت، خلاص. ولازم تبقى عارف ازاي بتستخدم الريزن سيمنت، لو زيركونيا ازاي هتعمل سيرفيس تريتمنت للزيركونيا، ولو بي اف ام هتعرف ازاي هتعمل سيرفيس تريتمنت للبي اف ام، ولو ايماكس تبقى عارف ازاي هتعمل سيرفيس تريتمنت ايه للايماكس. لكن لو لزقت بريزن سيمنت من غير سيرفيس تريتمنت هيقع تاني يوم، خلاص يا دكاتره. طيب ان اديكم تايب سيمنت، زي ما قلنا ان انت اخترت سيمنت غلط للماتيريال او سيمنت غير مناسب للماتيريال، زي مثلا اللي لزق الايماكس بجلاس اينومر او بزنك فوسفات او اي كونفشن سيمنت، الكلام ده كله كونترا انديكيتد، ولازم تكون عامل ايزوليشن كويس عشان تعرف تعمل ايزوليشن كويس. لازم تعرف ازاي تعمل الميكس بتاعك كويس، لو هتستخدم ماتيريال زي الجلاس اينومر ازاي تعمل الميكس. كل ده دكاتره المحاضره بتاعت السيمنتيشن انا شارح فيها الموضوع ده بالتفصيل، وكل التيبس والتريكس اللي انت هتستخدمها عشان تعرف تعمل ايزوليشن لو انت ما بتعرفش تعمل ايزوليشن بروبر دام، عشان تعمل وازاي تعمل الميكس بتاعك، وايه البروتوكول عموما بتاع السيمنتيشن، تمام. السيمنت سبيس ممكن سبب من اسباب الدي بوندنج او الدي سيمنتيشن. بص احنا بيبقى عندنا الداي او الاباطمنت بتاعنا، لما المعمل بيجي يعمل عليه كراون
ما بيروحش يعمل كراون على طول ويعمل بيلد اب للكراون على طول على الداي، لا ده هو بيعمل طبقه كده على الاباطمنت بتاعي، تمام؟ بيكون السيكنس بتاعها من 25 لحد 40 مايكرون، وساعات بيوصل لحد 100 مايكرون. دي بيسموها السبيسر او السيمنت سبيس، بيكون طبقه كده بيعملها فوق الاباطمنت، وبعد كده يبدا يعمل الكراون فوق الطبقه دي، بحيث لما يخلص الكراون ويجي يشيله، لما نروح نحطه على التو ستراكشر هيبقى في سبيس ما بين الاباطمنت بتاع التو ستراكشر والكراون بتاعي، سبيس قد ايه؟ مساوي لسكنس السبيسر او لاير السيمنت سبيسر اللي كانت موجوده دي. طيب دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا لما اجي اعمل سيمنتيشن للكراون السيمنت يلاقي مكان يقعد فيه، تمام؟ بس بيبقى مكان ايه؟ مكان صغير من 25 ل 40 مايكرون. لو زاد عن كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى السيمنت سبيسر ده هيبقى كبير، تمام؟ فبالتالي اي فورس هتيجي، تمام، هتبقى متركزه فين؟ متركزه عند المنطقه دي، لان اضعف منطقه في موضوع الكراون هو الجنكشن ما بين التو ستراكشر والكراون اللي هي منطقه السيمنت سبيسر. فلما يبقى حجمها كبير يبقى الفورس اللي هتبقى متركزه عليها هتبقى قويه او كبيره، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان السيمنت بيكسر او السيمنت بيحصل له ديبوندنج بسهوله. فكل ما زاد السيمنت سبيسر كل ما زاد الاقل الريتنشن بتاع سعادتك، تمام؟ عشان كده ما ينفعش تيجي في التراي اند تحط الكراون تلاقيه تسيبه كده من فوق تلاقيه ساقط على السنه، تلاقيه بيدخل على السنه وبيروح معاك رايت اند ليفت او بيروتيت معاك او تحس ان هو سايب خالص. لا، هو المفروض الانسرشن في التراي اند يكون باسيف انسرشن. اه يعني ايه؟ يعني المفروض اسيب الكراون، تمام، وانا ماسكه بايدي كده يدخل معايا من غير اي مقاومه، لكن ايدي هي بتوجهه او بدخله، تمام، ايدي بتوجهه وبدخله وانا حاسس بسلايت فريكشن خفيف، لكن مش عائق يمنعني ان انا سايت الكراون. ده المقصود بكلمه باسيف انسرشن. يعني ايه؟ يعني الكراون اه بيدخل في مكانه بس انا حاسس بالفريكشن بالاحتكاك، تمام، ده كده اسمه باسيف انسرشن. لكن كون انك بتسيت الكراون والكراون تحسه واسع على السن او كبير على السن او ما فيش اي فريكشن ما بين الولز وبعضها خالص، لا ده كده سبيسر حجمه كبير، وبالتالي لو لزقت الكراون او البريدج ده اعرف ان هو هيكون عمره قليل ويحصل له ديبوندنج ودي سيمنتيشن بسهوله. طيب تعالوا نتكلم على الكونكتور فراكشر. ان انا الكونكتور بتاعي يتكسر. طيب ايه اسباب ان الكونكتور ده يتكسر؟ اول سبب هو اني مختار ماتيريال غلط، وزي ما قلنا ماتيريال زي الايماكس عامل فيها مثلا مولر بريدج او بريدج اكستندد للمولر تيث. لازم نبقى عارفين ان الايماكس الماكسيمم اكستنشن بتاعه ناحيه الديستال ما يعديش البريمولر زون، يعني ما ينفعش يوصل مولر، يعني اخر البريدج بتاعي يكون الفايف، تمام، وما ينفعش يزيد عن 3 يونت. لو رحت ما روحش ما ينفعش استخدمه في لونج سبان، تمام. طيب الكونكتور ده سبب من اسباب الفراكتشر بتاعه انه ممكن يبقى حجمه صغير، تمام. طبيعي المفروض طبيعي حجمه قد ايه؟ حجمه في البي اف ام او السيرفيس اريا بتاعته او مساحته في البي اف ام المفروض اللينس بتاعه او الاوكلوزو جينجفال بتاعه يبقى 3 مللي، والباكو لينجوال بتاعه او الباكو باليتال بتاعه يبقى 3 مللي، يبقى 3 مللي في 3 مللي، ده الاريا بتاعت الكونكتور. لو قل عن كده بيبقى معرض ان هو يتكسر. طيب بالنسبه للسيراميك اللي هي الزركونيا والاي ماكس واليوسايت والكلام ده كله المفروض ما يقلش عن 4 مللي في الاوكلوزو جينجفال و4 مللي في الباكولينج، يبقى 4 في 4 اللي هو السيرفيس اريا بتاعته 16 ملم، تمام، وبالنسبه للبي اف ام 9 ملم. خلاص يا دكاتره؟ طيب لو الكونكتور قل عن كده هيكون احتماليه ان هو يتكسر هتكون احتماليه عاليه جدا. في ناس بقى بتعمل ايه او معامل بتعمل ايه؟ بالذات في حالات الاساتيك زون او في المناطق اللي فيها بنسيك الاساتيك اكتر او بندور على الاساتيك اهم حاجه عندنا، يقوم مقلل لك حجم الكونكتور خالص علشان يظهر لك الامبريجرز فالدنيا تبان ناتشرال اكتر. اه هو بيخدم لك الاساتيك لكن بيدمر لك الميكانكس، تمام. فالميكانكس يا دكاتره ما ينفعش نتغاضى عنها، ما مش معنى ان السنه شكلها حلو
يبقى اقول خلاص ده هتكسر الدنيا. لا، ما ممكن تبقى شكلها حلو لكن كسترينث او كقوه ضعيفه جدا، فبالتالي هتتكسر فهتضطر تعمل لها ريميك، انت كده ما كسبتش اي حاجه. فانا لازم اراعي الاثنين، انا عايز الاساتيك حلوه لكن برضه ما اجيش على حته الميكانكس او السترينث، تمام؟ ادي لكل حاجه حقها. الكونكتور ما ينفعش يقل عن 4 لينث في 4 ويتس بالنسبه للسيراميكس، وما يقلش عن 3 ويتس و3 لينث بالنسبه للبي اف ام. دي بعرفها ازاي؟ دي حاجه باكد فيها على المعمل ان الكونكتور ما ينفعش يقل عن الوضع ده او السايز ده. طيب كورونال تو ستراكشر، من ضمن الميكانيكال فيلير بتاعنا ان يحصل كورونال توث فراكتشر السنه نفسها. طيب ايه حل او علاج الكونكتور فراكتشر ده؟ حله ريميك يا دكاتره، دي حاجه ما فيش فيها اي هزار خالص، بما انه اتكسر يبقى لازم حضرتك تعمل ريميك للسنه دي. طيب الكورونال توث فراكتشر سوري مش قادر فعلا حضرتك، سبب من اسباب الفيلير ده هو انك مختار ماتيريال عامله ويدجنج في الروت، او عامله ويدجنج ان بتوين ما بين الولز وبعضها. زي مين الماتيريال دي؟ زي الامالجا وزي الميتال بوست. الميتال بوست يا دكاتره قلتها قبل كده المعلومه دي، الفالكرم بتاعه بيكون حوالين التب. يعني ايه فالكرم؟ الفالكرم هو تندنسي تو روتيشن فور روتيشن، يعني ايه؟ قابلية الحاجة اللي موجودة دي اللي هي الميتال بوست ان هو يحصل له روتيشن او يلف. الفالكرم بتاعه بقى لما بيجي يلف بيلف حوالين ايه؟ حوالين التب بتاعه. طب التب دي بتبقى موجودة فين؟ موجودة جوه الروت. طيب هو موجود جوه الروت، التب دي موجودة جوه الروت وهو عايز يلف، فهيعمل لك ايه في الوولز بتاعت السنة؟ هيفلقها لك اتنين. خلاص؟ الامالجم نفس القصة، بيبقى قاعد ما بين الوولز عمال يعمل لاترال فورس، يخبط يمين وشمال، فبالتالي بيخلي السنه ان يحصل فيها فيرتيكال روت فراكتشر. طيب الكرونال توث فراكتشر ده لو هو عمل لك كومبليت فيرتيكال روت فراكتشر، دكتور محمود اعتقد يفيدكم اكتر في الحته دي، فنسبه كبيره الحالات دي حالات اكستراكشن خلع. طيب لو حصل هوريزونتال فراكتشر، يعني السنه اتكسرت منك كده، هتروح تعمل ايه؟ هتروح تشوف هل باقي على الاقل 2 مللي فيرل افكت ولا لا. لو في 2 مللي على الاقل من الساون تو ستراكشر ظاهرين فوق الجينجفا، 2 مللي من الساون تو ستراكشر او 1 مللي سب جينجفا ل 1 مللي سوبرا جينجفا، بحيث يبقى المسافه دي 2 مللي من غير ما نعمل فايوليشن للبيولوجيكال واتس، تمام؟ من الساون تو ستراكشر انت ممكن ترستور السنه مره ثانيه، مفيش اي مشكله لو عندي على الاقل 2 مللي فيرل افكت. طيب لو لا ما عنديش 2 مللي فيرل افكت، طيب تعرف تعمل اورستوتيك اكستروجن؟ يبقى خلاص اعمل اكستروجن، تمام، وريستور السن. طيب ما بعرفش اعمل اكستروجن، تعرف تعمل سيرجيكال كراون لينثنينج؟ بعرف اعمله، خلاص اعمل كراون لينثنينج وطول السن، تمام، بحيث تظهر الفيرل افكت بتاعك وريستور السن. طيب بعرف اعمل كراون لينثنينج او بعرف اعمل اورستوتيك اكستروجن. طب السؤال اللي بعد كده، انت بعد ما تعمل الاورثودونتيك اكستروجن وبعد ما تعمل ايه، او بعد ما تعمل السيرجيكال كراون لينثنج بتاعك، هل الكراون روت ريشيو بتاعتك هتبقى على الاقل 1:1 ولا هتبقى كومبرومايزد؟ لو على الاقل هتبقى 1:1 خلاص السن ريستورابل وكمل اعمل البروسيجر دي كلها. طيب لا هتبقى كومبرومايزد، الروت هيبقى اقل من الكراون، لا يبقى انت السن دي نون ريستورابل واخلعها. شوفوا احنا بنفكر ازاي لما بنيجي نقول السن ريستورابل ولا مش ريستورابل. شوف انا اول حاجه قلتها ايه، بصيت على السن، عملت ايفالويشن للوضع اللي موجود قدامي. طيب انا دلوقتي هقدر اجيب فير الافكت ولا لا؟ هل في فير الافكت؟ اسال نفسي هل في فير الافكت في الاول؟ في فير الافكت، خلاص هريستور. طيب مفيش فير الافكت، طب هقدر اجيب فير الافكت عن طريق ان انا اعمل اي بروسيجر ثانيه زي الكراون لانسنج او الاكستروجن؟ بعرف اعمله، خلاص ماشي. طيب لما اعمل ده كله وانا ماسك الاكس راي وببص، طب لما انا اعمل سيرجيكال كراون لينسنج واقلل البون ليفل كده لتحت، فالكراون هيقل وبالتالي الروت هيقل وبالتالي الكراون هيزيد، هل الكراون روت ريشيو بعد البروسيجر دي هتبقى على الاقل 1:1 ولا هتبقى كومبرومايزد؟ هتبقى 1:1، خلاص هريستور.
لا هتبقى كومبرومايز، لا هنا هضطر ان انا اخلع. لكن ما ينفعش اروح اعمل الاندو بعد الفيرتيكال روت فراكتشر ده اللي حصل ده مثلا، واعمل السيرجيكال كراون لينثنينج، وبعد كده اجي اقول للبيشنت اصل هنضطر نخلع السن اصل الكراون روتيشن مش مظبوط. طيب الاندو اللي هو دفع ثمنه، والبوستو كور اللي هو دفع ثمنه، والسيرجيكال كراون لينثنينج اللي هو دفع ثمنه، مين ووقته اللي ضاع، والليله اللي انت عملتها له دي كلها، تمام، البهدله اللي هو شافها دي كلها، تمام. عشان كده لازم نتعلم نحط التريتمنت بلان، لان سبب رئيسي من اسباب الفيلير وهو ان احنا ما بنعرفش نحط خطه علاج سليمه من الاساس. خلاص، موضوع الميتال بوست، الميتالز عموما استبعدوها من الاسنان رجاء يعني. المودلس اوف الاستيست بتاعتهم اعلى بكتير يا دكاتره من الدنتين، بالتالي انت حرفيا حتى وهو قاعد بس من غير البيشنت ما يعض عليه، الميتال بوست ده بالذات هو اوريدي حتى والسنه مش متعرضه لفورس، هو اوريدي ضاغط الوولز وعامل بريشر على الوولز، لان هو داخل تحت ويدج، عامل ويدجنج، هو داخل هو سكرود، تمام حضرتك، عامل لفه او سكرون، تمام، اللي هو ايه، ربطه كده زي المسمار، فهو اوريدي وهو داخل حتى لو البيشنت مش عارض عليه هو عامل بريشر على الوولز. خلاص، موضوع التايب اوف بريباريشن مش فاهم يعني، تايب اوف بريباريشن هل هيفرق معايا في ايه، في ان هو يسبب ان السنه يحصل فيها فراكتشر؟ يفرق، يفرق جدا. زي ايه؟ زي مثلا حضرتك سنه بادلي ديكي، سنه بادلي ديكي، هل السنه دي ينفع ان حضرتك تروح تعمل لها هوريزونتال فينش لاين؟ هي اوريدي بادلي ديكي، ما عادش فيها اللي باقي من التو ستراكشر، يا دوبك يعني ماسك نفسه بالعافيه. ففي الحاله دي المفروض ان احنا نروح نختار نوع بريباريشن يكون مور كونزرفتيف زي الفيرتيكال بريباريشن. ما ينفعش تبقى السنه بادلي ديكيد وطالع عين اللي خلفوها ومتبهدله ومتكسره من كل حته، وتروح تقول لي اصل انا هروح ابردها بهوريزونتال بريباريشن واعمل فيها فينش لاين 1 مللي. لا كده ما ينفعش. الصح ان احنا نختار الفيرتيكال بريباريشن لانه مور كونزرفتيف، او مش الفيرتيكال بريباريشن، الاسم الادق ليه اللي هو بيولوجيكال اورينتد بريباريشن تكنيك، تمام، هو ده الاسم ده ادق اكتر يعني، هو مور كونزرفتيف اكتر من الهوريزونتال، احسن من ان انا اروح اعمل فينش لاين وابرد كتير من السنه وهي اوريدي اكزوستد او اوريدي بادلي ديستركتيف، فبالتالي هضعفها اكتر فهعرضها اكتر للفراكشر. انما لما اختار تكنيك مور كونزرفتيف فاحافظ اكتر على التو ستراكشر، فهقلل حدوث الايه؟ الكرونال فراكشر اللي ممكن نتعرض له السنه. ده الفيرل افكت دكاتره، زي ما انتم شايفين كده. الاحمر ده البوست اللي الراجل عمله والكور، الاحمر ده البوست والكور. شايفين المارجن بتاع الكراون او الفينش لاين فين؟ تحت الجانكشن ما بين الكور والتوس ستراكشر، نزل لتحت حوالي 2 مللي اهو، نزل لتحت 2 مللي ووقف المارجن بتاعه او الفينش لاين بتاعه على الساوند تو ستراكشر 2 مللي تحت تحت مارجن الكور، وبدا ياخد او يحضر السنه وياخد امبريشن على الوضع ده. ال 2 مللي اللي نزلهم لتحت دول تحت الجانكشن ما بين الريستوريشن والتو ستراكشر دول اسمهم الفيرل، اللي هو ده المطلوب، وده شرط من شروط الريستورابيلتي. من اسباب الفيلير او من اشكال الفيلير او الميكانيكال فيلير هو البورسلين فراكشر، ان يحصل لنا شيبنج للبورسلين. وده سببه ايه؟ سببه ليه اسباب كتير قوي، تمام، وهنعرف علاجه دلوقتي لو انتوا عايزين ايه تعالجوه او يعني انتوا اوفر كام الموضوع ده. سبب البورسلين فراكتشر ان بيحصل دي بوندنج ما بين البورسلين والميتالز، الاثنين فكوا من بعض. ده بسبب ايه؟ بسبب ممكن يكون سبب او مشكله من المعمل اللي هو الكولينج. لما بنيجي نعمل الميتال كراون، لما بنيجي نحط البورسلين فوقيه، بناخد الكراون كله بالبورسلين بتاعه ونحطه نعمل بورسلين فايرنج، نحرق البورسلين ده عشان تشوفه بالشكل اللي انت متعود تشوفه بيه ده، فبتعرضه الحرارة. الحرارة دي ما ينفعش، يعني انا دخلته جوه الفرن عرضته الحرارة ناشف وحصل له سيتنج، لما اجي اخرجه ما ينفعش ابرد الكراون ده مرة واحدة. لو بردته مرة واحدة ده هيعمل ستريسز جوه او في الجانكشن ما بين الميتال وما بين البورسلين، تمام، وده مع الوقت هيسبب لك ان البورسلين ده هيطق من على السنه ويتكسر.
تمام؟ المفروض يبقى ايه، نعمل كولينج بالراحه، ودي المفروض المعمل يبقى عارف. تمام. طيب سبب تاني ان ممكن يحصل بورسلين فراكتشر نتيجه ايه بقى، او بيسموه بورسلين شيبنج، اللي هو طبقه من طبقات البورسلين اتقشطت او اتقصفت من فوق الطبقه، او اتكسرت من فوق الطبقه اللي تحتيها. ده بسببه ايه؟ سببه ان المعمل اثناء البيلد اب بتاع البورسلين دخل اير بابل في النص ما بين اللايرز وبعضها. وما احنا عارفين اير بابل يعني كراك في المستقبل او فراكتشر في المستقبل. الاير بابل دي تسبب لك او تعمل لك حاجه اسمها كراك بروباجيشن، او كراك هينتشر لحد ما يعمل لك شرخ، يا اما يكسر لك البورسلين بالشكل اللي انت شايفه ده اللي هو الشيبنج، تمام، يا اما يغوض لك قطعه كامله من البورسلين وينزل بيها ويعمل لك ميتال اكسبوجر. طيب حاله زي دي علاجها ايه؟ علاجها ريميك. طيب لو البيشنت مش موافق على الريميك او الفيز مش مناسبه، نعمل ايه؟ ممكن تعالجها بالكومبوزيت. ازاي؟ هنجيب كومبوزيت وهنلزقه على الميتال. هو الكومبوزيت ينفع نعمل له بوندنج مع الميتال؟ يس ينفع. تمام. هنعمل ازاي؟ شايفين الراجل في الصوره عمل ايه؟ خرم، عمل خروم صغيره كده بالتب بتاعه البير جوه الميتال، بحيث يعمل اكسبوجر للدنتين من تحت او للتوث ستراكشر من تحت، بحيث الكومبوزيت ده هيدخل يعمل بوندنج مع التوث ستراكشر من الاماكن دي. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه، الجروفز او الخروم اللي عملناها او البورز اللي عملناها دي، مش دي هتعمل لك ميكانيكال انترلوك، فهتثبت لك الكومبوزيت اكتر في مكانه. ده تاني حاجه هتعملها. تمام. فهتعمل بورز كده صغيره. طيب تالت حاجه هتعمل ايه؟ لو عندك جهاز تقدر تعمل بيه ساند بلاستنج يفضل، يبقى تعمل ساند بلاستنج للميتال ده. ما عندكش مش مهم. تالت حاجة هتجيب الهيدروفلوريك اسيد بتاع السيرفس تريتمنت بتاع الاي ماكس، هيدروفلوريك اسيد، وتبدأ تحطه على البورسلين او على السيراميك، ويفضل السيراميك او البورسلين اللي هو عند الكسر او الاوت لاينز بتاعت الكسر، انت تنعمه وتعمله بيفلنج بالايه؟ بالبير بتاعتك. يعني تعمل للبورسلين ده عند الجنكشن ما بينه وما بين الميتال تعمل له بيفلنج كده، وتجيب الهيدروفلوريك اسيد وتحطه لمده، بما ان ده بورسلين بتحطه دقيقه ونص، 90 ثانيه. تسيب الهيدروفلوريك اسيد 90 ثانيه وبعد كده تغسله، تنشف كويس، وبعدين تروح تجيب سايلين كابلنج ايجنت. سايلين كابلنج ايجنت، وتقوم حاطط السايلين على البورسلين فقط. حط السايلين على ايه؟ على البورسلين بالبوند براش، على البورسلين فقط، وتسيبه لمده دقيقه. وبعدين تقوم جايب يونيفرسال بوند على بوند براش، ده بعد دقيقه من ما تحط السايلين، وتقوم ماسك البوند براش بقى، وتقوم مغرق الميتال ده بالبورسلين بالنقط اللي ظاهر فيها اللي حصل فيها دينتين اكسبوجر دي بالبوند رابنج اجيتيشن كويس، وبعد كده تقوم عامل ايرثنينج، وبعد كده تقوم عامل كيورنج. عملت كيورنج؟ اه عملت كيورنج. تجيب الكومبوزيت بتاعك بقى وتبدا تعمل بيلد اب، وتغطي الميتال ده والسيراميك الجزء اللي هو انت عامل فيه بيفلنج ده تغطيه بالكومبوزيت. ويفضل يبقى عندك زي اوبيكر من الكومبوزيت، تحط لاير تحت وبعد كده تكمل طبقات الكومبوزيت فوق. كده انت عملت بوندنج ما بين الكومبوزيت وما بين الميتال والسيراميك والتو ستراكشر. اقول تاني، هتعمل الخروم دي في السنه بس خروم صغيره خالص، بحيث تعمل اكسبوجر لدنتين عشان يزود لي البوندنج مع كومبوزيت مع دنتين، ثانيا يعمل لي ميكانيكال انترلوك ما بين الكومبوزيت والخروم الصغيره اللي انت عملتها دي. تمام. تاني حاجه، هتقوم عامل بيفلنج للسيراميك بتاعتك من عند الجنكشن ما بينها وما بين الميتال، وبعدين تستخدم هيدروفلوريك اسيد لمده 90 ثانيه، 90 على البورسلين 90، وبعدين تقوم غسل كويس وتنشف، وبعدين تجيب سايلين كابلنج ايجنت تحطه على البورسلين فقط، على البورسلين فقط اللي انت البيفلنج اللي انت عامله ده لمده دقيقه، وبعد كده تقوم جايب يونيفرسال بوند حطه على السنه وعلى الميتال وعلى البورسلين، وتعمل له ايرثنينج وتعمل له كيورنج، وبعد كده تبدا تضيف الكومبوزيت بتاعك لاير باي لاير وتغطي الميتال بتاعك. دي طريقه البوندنج لو انت عايز تعمل ماسكينج للميتال. تمام. الكراون فراكتشر ممكن من اسباب ان السنه
يحصل فيها كراون فراكتشر هو الهاي سبوت، تمام؟ او ان انت يعني احنا مقصود بيها الكراون نفسه اللي هو السيراميك اللي هي البروساتكس البروسيزس، مش الكراون اللي هو التو ستراكتشر، تمام؟ احنا قصدنا الكراون اللي هو اللي جاي لك من المعمل ده اتكسر بسبب ايه؟ هاي سبوت ممكن تكسره. انت مختار ماتيريال غلط، زي ماتيريال زي الاي ماكس عاملها في بريدج وحصل له اكستنشن لحد المولر زون، تمام؟ ماتيريال زي الاي ماكس بس انت لزقتها ب جلاس اينمر، البيشنت عنده بارا فانكشنال هابت، فده ممكن يسبب لك كراون فراكتشر. انت مش عامل كليرنس كفايه، يعني احنا مثلا محتاجين 2 مللي كليرنس عند الفانكشنال كاسب، بالنسبه للسيراميكس حضرتك عملت لي مللي واحد، فبالتالي سيكنس الماتيريال هيبقى قليل فهتكون معرضه اكتر للكسر. بور فابريكيشن اللي هو ايه؟ المعمل مش شاطر، المعمل شغله مش احسن حاجه، المعمل في الكواليتي بتاعته مش احسن حاجه، المعمل مستخدم ماتيريال وحشه، التكنيك نفسه سنسيتيف والمعمل شغله ضعيف، فبالتالي اير بابلز دخل، الطبقات او الليرنج مش معموله كويس ومش مش حصل لها ادابتيشن كويس، فبالتالي كل الاسباب دي كلها هتسبب لك فراكتشر للكراون بتاعك. بعد كده هندخل للبرانش الثالث والاخير وهو البيولوجيكال فيلير. ممكن بس اخد نفسي لان فعلا ما عادش قادر اتكلم، وهفتح كده ابص اشوف الكومنتس بتاعتكم لو حد عنده اي سؤال في اللي فات ممكن يسال فيه. دكتور عامل ايه؟ الناس نامت ولا ايه؟ خد بالك النهارده برضو ماتش الاهلي والله والليله فرديه. طب حد عنده سؤال في الجزء اللي فات ده يا دكاتره؟ انا هحضرك الماتش قصادي هنا جوه الماتش. كسبانين كده. انت تعرف انا بنام في العادي ما دام ورايا الشغل، بنام الساعه كام؟ كام؟ اخري 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 اصلي العشاء وانام. طول عمري كده موضوع السهر ده ما بيجيش معايا سكه خالص. دكتوره نانسي بتقول لا صحينا، هو الناس صاحيه ما تقلقش. ماشي يا دكتور نانسي. حد عنده سؤال يا دكاتره في الجزء اللي فات؟ حد عنده سؤال في اللي فات كده عشان يعني نتكلم فيه. احنا على فكره دي يعني انا عاملها اوبن ديسكشن كده، حد عايز يسال في اي حاجه قول له. بقول تمام يا دكتور، ممكن شرح سريع ليه وما كتبتش؟ يعني دكتور نانسي حتى ما عادتش قادره تكتب. ليه بقى؟ ليه بقى؟ يعني هو ده السؤال، شرح سريع ليه؟ احنا عايزين نسالك كده. الدكتور شادي بيقول الفيرولا بتبقى فوق البون ولا الجنجبا؟ ملناش دعوه بالبون، احنا لينا الفيرل افكت ده من اول فوق الكريست، فوق الدبس وذا سالكس، تمام؟ يعني الفيرل افكت ده ملناش علاقه بالبون خالص. انا عندي البون بعديه فوقيه اتاتش الابيثيليوم، وبعد من اول اللي اتاتش الابيثيليوم عندي حاجه اسمها فري ان جينجيفا، تمام؟ او سالكس ديبس. انا من اول الديبس اوف ذا سالكس لحد فوق كده ده اسمه فيرل افكت. فانت ما ينفعش تقرب من البيز اوف ذا سالكس ومالكش علاقه بالبون خالص، لانك لو وصلت للبون يبقى انت كده عملت فايوليشن للاتاتش الابيثيليوم او البيولوجيكال ويتس او السوبرا كريستال التيشو، تمام؟ فبالتالي هتعمل بوكتس بعد كده او هيعمل لك جينجفال انفلاميشن بعد كده، مشاكل الفايوليشن بتاعت البيولوجيكال ويتس. دكتور انسي بتقول السيتنج بتاع البريدج لو المشكله في الاثنين بونتك بحقن اللايت، فممكن الشرح بتاعها تاني حاجه انت شرحتها من شويه. لا لو المشكله في البونتك في الاثنين، يعني الاثنين بونتك عندها اثنين بونتك يعني جنب بعض، ماشي. لو المشكله في البونتك انت هتثبتي البريدج وتبداي تعملي كده فيه، بس يكون تحتيه ارتكليتنج بيبر، تمام؟ عشان تعلم لك النقطه اللي فيها اللي فيها الهاي سبوت او اللي بيحصل روكينج حواليها. ماشي يا دكتور ابراهيم، متشكر. ابراهيم بقول لك ان هو مندمج معاك ومستمتع بالشرح وانت نايم، يعني لو انت مصحصح هتعمل ايه؟ معلش معلش ربنا يخليك، متشكر. فاحنا حاطين تحت البونتك ارتكليتنج بيبر وابدا اخلي البريدج يروك حواليه، تمام؟ وبعد كده اشيل البريدج اشوف النقطه اللي علمت وابدا اعمل لها ريليف بالبير بتاعتي. طب لو الديفكت موجود او سبب الروكينج موجود في الريتينر، احقني لايت جوه الريتينرز
وتحت البونتج بالمره برضه، وثبتي البريدج في مكان، واستني اللايت بس وانت مثبتاه وعامله بريشر عليه مثبتاه في مكان، وسيب اللايت لحد ما يحصل له فول سيتنج، وبعد كده ابداي شيليه. المناطق ان اللايت اللي اللايت مقطع من عليها دي بريشر اريا، معناه ان في بريشر جامد في الحته دي، يعني البريدج بيروك في المنطقه دي حوالين البريدج، ابداي اعمل لها ريليف وجربي. عملت كده والبريدج برضو لسه فيه روكينج، لا اعملي له ريميك. دكتور شادي بيقول لي عايز اللينك بتاع محاضره السيمنتيشن. والله يعني انا مش فاكر المحاضره دي، كنت عاملها من حوالي سنه، بس هدور عليها. حاضر والله هدور لكم عليها وابعتها لدكتور محمود ان شاء الله ينزلها لي. لا انا هحط يا باشا، اعمل لك منشن حالا. انت بتدبسني. بروفايل دكتور محمد زهير يا دكاتره، عشان اللي يحتاج منه اي حاجه يبقى اسرع. بص انا الفكره في ايه، والله انا دايما بحب انك تتواصل مع المصدر لسبب، انت هتستناني ارد وهتستناني ارد، فتستنى مره واحده ايوه بالظبط صح؟ كده ان شاء الله. لان انا لا هبعت له وهتستناني ارد. لا وعد والله عظيم، يعني هو غصب عني انا مشغول جدا الفتره دي، راجل بس ان بيجهز شاء الله هدور للجواز، لكم عليه. ايه؟ بيجهز للجواز. الله الله يكون ايوه في عونك. الحولي بقى بالله عليكم. ماشي دكتور، الناس كلها معاك يا هيات. يلا بينا نكمل البيولوجيكال فيلير. البيولوجيكال فيلير عندنا زي ما انتم شايفين كده ست اسبيكتس ليه، تمام. اول حاجه هو الكارز. يعني ايه كارز؟ يعني حضرتك الكراون بتاعك والدنيا كلها مستقره، تمام، والمارجن بتاعك تمام، في احتماليه ان يجي مثلا زي كراون وانت عامله سوبرا جينجفال ويجي يحصل كلاس 5 تحت الكراون او تحت الفينش لاين. بصوا دكاتره، لو التسوس اللي حصل ده سيبريتد عن الفينش لاين، انت حضرتك هتعتبر ان ده كلاس 5 عادي، وتروح تشيل التسوس وتحط كومبوزيت من غير ما تلمس الكراون، بما ان الكراون بتاعك معمول كويس وسيتد كويس والمارجن بتاعه مقفل محترم وكل حاجه زي الفل، وحصل تسوس في اي اسبكت تاني من السنه، ما تشيلش الكراون، روح عالج التسوس ده بكومبوزيت ريستوريشن عادي خالص. طيب لو حصل ريكرنت كارز عند المارجن، يعني التسوس وصل المارجن او وصل الفينش لاين وكال المنطقه دي فبدا يحصل ليكج، لا حضرتك انا هتضطر انك تشيل الكراون بتاعك وتعالج السنه وتعمل ريميك للكراون او تغير الكراون بتاع ساعتك، تمام. طيب ده بالنسبه لموضوع الكارز. طيب اعرف منين ان كانت المشكله من المارجن او سببها المارجن والكراون محتاج يتعمل له ريميك، ولا المشكله نتيجه ان عادي يعني جزء طبيعي من السنه حصل فيه تسوس والمارجن بتاعي الانتجريتي بتاعه محافظ عليها وكل حاجه فيه تمام. بالبروب او اكسبلورر بتاعكم اللي هو البروب بتاعنا اللي هو العادي ده مش البريدونتال، تبدا حضرتك تنزل البروب بتاعك جوه السالكس وتبدا تمشيه على سطح السنه ومن سطح السنه على الكراون، زي ما الراجل مدخل البروب اهو في الصوره ومن التو ستراكشر بيبدا يسحبه على السنه. لو الكراون بتاعك عمل ستيب خفيفه كده وعدى، تمام، اللي هو تحس زي ايه ستيب خفيفه كده وعدى من غير ما يعمل كاتش، لا يبقى المارجن بتاعك تمام مفيش فيه اي مشكله. انما لو عمل كاتش واتحشر في حاجه وشبك معاك في حاجه، ده يبقى انت عندك كده اوبن مارجن. في الحاله دي الديفكت هيكون سببه ايه؟ الاوبن مارجن ده، فمضطر انك تغير الكراون وتعالج التو ستراكشر. خلاص كده؟ طيب برضو الاكس راي هتكون من الحاجات اللي هتساعدك في انك تعمل ايفالويشن للانتر بروكسيمال مارجن. يعني دايما لما بنيجي نعمل التراي ان ونيجي نبص على الكراون بنبص من ناحيه الباكل واللينجوال الاسبكتس او السيرفيس اللي هي اكسسبل بالنسبه لي ان انا اشوف واعمل ايفالويشن للمارجن بعيني، لكن السيرفيس اللي هي زي الانتر بروكسيمال الميزيال والديستال ما ببقاش شايف كويس، مش عارف اعمل ايفالويشن للمارجن هنا. طب مين العين بتاعتي اللي هتقدر تعمل ايفالويشن للمارجن؟ هي البايت وينج اكس راي، زي ما انتم شايفين في الصوره كده البايت وينج اكس راي، ومش بريبك العاديه، لان البريبك العاديه ممكن يحصل فيها شيفت خفيف فتلاقي السنه دي بقت سوبر امبوزد على دي، فيعني ما تعرفش تعمل ايفالويشن كويس، لازم بايت وينج هيجيب لك المنطقه السيرفايكال دي، واي ديفكت في المارجن حضرتك هتضطر انك تعمل له ريميك. تمام،
غير لو كان ديفكت بسيط خالص او ماينور ديفكت، فهتضطر انك تلزق بريزن سيمنت عشان تعالج الديفكت الخفيف ده، وقلنا ما يزيدش عن قد ايه؟ ما يزيدش عن 120 مايكرون. طيب في دي ده المنظر اللي كلمتكم عليه، ان حصل تسوس عند المارجن، والتسوس ده خلاص وصل المارجن او وصل منطقه الفينش لاين، وفي الحاله دي هتضطر ان حضرتك تشيل الكراون عشان تعالج السنه وتعدل البريباريشن بتاعك وتعمل ريميك للكراون وتعمل كراون جديد. طيب بيريدونتال ديزيز، من اسباب البيريدونتال ديزيز، بصوا كل اللي جاي ده بيريدونتال اللي هو جنجيفال ريسيشن وجنجيفال اريتيشن، تمام؟ و ماشي، اتكلم على الثلاثه دول مع بعض اللي هم الريسيشن والاريتيشن والبيريدونتال ديزيز. زي ما انتم شايفين كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا حصل عندي اكسبوجر لمارجن الكراون بتاعي، وبدا يحصل جنجيفال ريسيشن وانفلاميشن واضح في الجنجيفا. ده بسبب ايه؟ اكتر سبب او اكتر فاكتور بنخاف منه وممكن يعمل لي المنظر ده في وقت ممكن ما يتعداش شهرين ثلاثه، تمام؟ هو الاكسس سيمنت. دكاتره الامبلانت بيترعبوا من الاكسس سيمنت، دكاتره الكراون بيترعبوا من الاكسس سيمنت. الاكسس سيمنت هو عباره عن كالكولس حضرتك سبته في المنطقه دي، ودي منطقه حساسه، منطقه الجونكشن ما بين السنه والكراون او الريستوريشن او منطقه المارجن او منطقه الفينش لاين، المنطقه دي حساسه جدا يا دكاتره، فما ينفعش حضرتك تسيب لي اكسس سيمنت في المنطقه دي. طب اعمل ايه عشان ما اسيبش اكسس سيمنت؟ بالنسبه للكراون اول حاجه لازم تبعد الجنجفا عن المارجن، تمام؟ بايه؟ اولا ممكن حضرتك تستخدم ريتراكشن كورد، ممكن حضرتك تستخدم تيفلون وانت بتعمل سيمنتيشن، وممكن وده الافضل انك تستعمل ايزوليشن برابر دان بحيث تبعد الجنجفا والبريدونتال البريدونشم عموما اللي هو الجنجفا والكلام ده كله، تبعده عن التو ستراكشر وتعمل سيمنتيشن للكراون بتاعك وتشيل السيمنت بكل اريحيه وتعمل فينيشنج وبولشنج للمارجن وكل حاجه تمام، وبعد كده تشيل الرابر دام بتاعتك، الدنيا هتلاقيها مستقره وزي الفل، تمام؟ طيب زي ما قلت لك مشكله الاكسس سيمنت ان هو شبه الكالكلس، بكتيريا بتبدا تتكون في المنطقه دي والستينز تتكون في المنطقه دي، بتبدا تعمل لك الريتيشن دي الجنجيف، فالجنجف هيحصل فيها انفلاميشن في الاول، والانفلاميشن ده هيحصل له اكستنشن لحد ما يوصل البريدونتال ليجمنت، والبريدونتال ليجمنت يحصل فيها هي كمان نفس القصه، وفي خلال الرحله دي هيعمل اريتيشن للبالب البون، البون هيبدا يحصل فيه بون ريزوربشن، والبون هو اللي شايل الجنجفا، فليفل الجنجفا يبدا ينزل وتشوف بتعمل ويحصل اكسبوجر للمنظر ده. طب علاج الحاله دي ايه لو وصلنا للوضع ده؟ علاجها الريميك، مفيش نقاش، هتريميك، والاسنان دي لو فايتال نصيحه ليك اعملها اندو، لان انت في الحالات دي هتضطر توقف المارجن بتاعك على روت، فالدنيا هيبقى فيها سنسيتيفيتي اكتر، البيشنت هتلاقيه كل شويه متضايق وموجوع. طيب يا دكاتره يعني النقطه دي انا ما كملتهاش، لو انا عندي اكسس سيمنت ازاي اتجنب موضوع الاكسس سيمنت؟ اول حاجه هتعمل ايزوليشن زي ما قلت لك وهتبعد الجنجيفا عنك. تاني حاجه لازم تشيك او تتشيك السيمنتيشن بتاعك بعد ما تخلصه باكس راي، لازم تعمل اكس راي بعد السيمنتيشن بتاعك، عشان لو عندك اي حته سيمنت موجوده في اي مكان هتظهر لك في الاكس راي، فحضرتك هتدخل وتشيلها عشان ما ينفعش تسيبها في المكان ده، تمام يا دكاتره؟ طيب ده موضوع الجنجيفال اريتيشن، سبب من اسبابه هو الفايوليشن اوف ذا بايولوجيكال ويدز. عندنا في حاجة اسمها البيولوجيكال ويدز، بيكون عبارة عن ايه؟ ربنا لما خلق العظم او البون بتاعنا ما سابهوش كده اكسبوز لأي حاجة تدخل تعمل له اريتيشن، لا ده خلق عليه طبقة من الكونكتيف تيشو والكراتينايزد جنجيفا اسمها البيولوجيكال ويدز او السوبرا كريستال ستراكشر، تمام؟ او سوبرا كريستال اتاتشمنت، تمام؟ دي غطا كده من الجنجفا او حمايه من الجنجفا ربنا خالقها عشان تحمي العظم، تمنع اي فود او اي بكتيريا او اي ايريتنت ان هي توصل للعظمه فتعمل له اريتيشن. طيب لو حضرتك وانت بتعمل الكراون بريباريشن بتاعك وبتنزل الفينش لاين سب جنجفا دخلت وقطعت في الاتاتش الابيسيليم ده،
ايه اللي هيحصل؟ انت كده الحمايه اللي ربنا عاملها للعظم قطعتها، عملت لها فايوليشن، فهيبدا الاكل يدخل والبكتيريا تدخل من وراه، الجسم يبدا يقاوم الموضوع ده، فيبدا يعمل لك حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو. الجرانيوليشن تيشو دي حاجه سوفت تلمس العظم، فالعظم ما بيحبش اي حاجه سوفت، فيبدا يحصل له باثولوجيك بون ريزوربشن، تلاقي السنه بدا يحصل فيها المنظر ده وموبيليتي مع الوقت. ده بسبب ايه؟ بسبب ان حضرتك عملت فايوليشن للبيولوجيكال ويتس. عشان كده بنقول ان لما تيجي تنزل الفينش لاين بتاع سعادتك سب جنجيفال، يبقى لازم تستخدم ريتراكشن كوردز. وعشان تستخدم الريتراكشن كوردز او تروح تشتري الريتراكشن كوردز، لازم تعرف ايه المقاسات المناسبه للكيس بتاعتك، فكل كيس ليها مقاسات مناسبه. عشان كده دكاتره نصيحه ليكم، اسمعوا المحاضره بتاعت الامبريشن. انا المحاضره دي سهله، اجيب لكم اللينك بتاعها، ازاي تستخدم الريتراكشن كوردز وامتى تنزل الفينش لاين بتاعك سب جنجيفال، ومقاسات الريتراكشن كوردز بتستخدمها ازاي، والتكنيك بتاع الدبل ريتراكشن كورد هتستخدمه ازاي، وعلى اي اساس بتحدد مقاس الكورد بتاعك من غير، وازاي تنزل الفينش لاين بتاعك سب جنجيفال من غير ما تلمس الجنجيفا اصلا، لان مش صح انك نلمس اننا نلمس الجنجيفا، لان احنا لما بنلمس الجنجيفا بالبير ده اسمه جنجيفكتومي. خلاص، فمفيش حاجه اسمها امسك البير وادخل على طول في الجنجيفا في السالكس وارسم فينش لاين على اساس ان انا كده بنزله سب جنجيفا. لا، حضرتك كده ما بتنزلوش سب جنجيفا، انت كده بتعمل جنجيفكتومي. فاللايف بتاع او المحاضره بتاعت الامبريشن والريتراكشن كوردز دي او تيشو ريتراكشن، ان شاء الله هرفع اللينك بتاعها النهارده او بكره بالكتير، تمام؟ عندي تبقوا تتفرجوا عليها باذن الله. ومحاضره السيمنت هدور لكم عليها. موضوع الفايوليشن اوف ذا بايولوجيكال ويتس دي مصيبه في الفينير وفي الكراون. اي فايوليشن للبايولوجيكال ويتس لو انت في اسنان بوستيرور هيسبب لك بوكت، والبيشنت يجي يقول لك الاكل بيتحشر يا دكتور، والمنطقه دي بتاكلني، والمنطقه دي وجعاني، وبيسبب البوكت ده من الحاجات فورم هيكون في اخر المحاضره مع دكتور محمود بقى، تمام؟ كنت بقول ايه؟ نسيت السؤال اللي تحت ده الثاني. موضوع الفايوليشن بتاع البيولوجيكال ويتس ده مفيش فيه هزار، تمام؟ فلازم حضرتك تعرف ازاي بتستخدم الحاجات دي كلها، لان اي فايوليشن للبيولوجيكال ويتس في البوسيروتيز قلت لك هيعمل بوكت، والبيشنت هيجي لك بألم رهيب واكل بيتحشر في المنطقه دي ومتضايق جدا واكلان وحوارات والحاجات دي كلها، تمام؟ طيب وفي الانتيريوتيز بيبدا يحصل الجنجفال او الهايبر بليجيا او الجنجفال انفلاميشن اللي انت شايفه ده. عشان كده ده فيلير وده فيلير، فلازم نتعلم ازاي نعمل الكراون بريباريشن بتاعنا من غير ما نعمل فايوليشن للاتاتش ال ام سي. وانتم عارفين ان اغلبيه البيشنت 99% من البيشنتس اللي عاملين كراونز عندهم بوكتس بسبب ان الدكتور عمل فايوليشن للاتاتش ال ام سي او البيولوجيكال ويتس. الجنجيفال ريسيشن، كل اللي احنا قلناه ده كله، الاريتيشن والسيمن، بيؤدي ان يحصل جنجيفال بون ريزوربشن، وبالتالي ليفل البون هيحصل له ريسيشن، فبالتالي الجنجيفا مين اللي شايلها؟ شايلها البون، فهتنزل هي كمان وراه، تمام؟ فهيسبب ان يحصل جنجيفال ريسيشن. طيب علاج الحالات دي ايه يا دكاتره؟ علاج الحالات دي هي الريميك. ورجاء عشان خاطري، لما يحصل لحضرتك جنجيفال ريسيشن، لما تيجي تعمل ريميك استخدم التكنيك بتاع الفيرتيكال بريباريشن، واستخدم التكنيك صح. وفي برضه لينك ان شاء الله هنزله لكم، عامل لايف او عامل محاضره عن ازاي تعمل الفيرتيكال بريباريشن، شارح التكنيك بتاعه بالظبط. حالات الجنجفال اريتيشن، الاولد ريستوريشن، كراون واقع وعايز تغيره او هتعمل له ريميك، كل الحاجات دي كلها السنه بادلي ديكيد، السنه فيها جنجيفال ريسيشن جامد قوي، السنه فيها فوركيشن انفولفمنت، كل الحاجات دي كلها المفروض علاجها فيرتيكال بريباريشن، تمام؟ فهنزل لكم برضو اللينك بتاع الفيرتيكال بريباريشن. البالب اند بريابيكال اريتيشن ده برضو من اسباب الفيلير، بسبب انه ممكن يحصل ريفرسيبل بالبايتس. حضرتك مشيت البيشنت على مسكنات، مشيت البيشنت على مضادات حيويه لحد ما الالم راح والالم اختفى، وهيبدا يعمل البكتيريا تشتغل، تخلص البلب، يحصل له نيكروزس، تمام؟ كل الحاجات دي يوصل للبريابيكال تيشو،
تبدا الموضوع يعمل لك بريبكال انفلاميشن، والبريبكال انفلاميشن توصل لبريبكال ابسس، والابسس يعمل فيستلا، وتلاقي المنظر ده. طيب علاج الحاجات دي ايه؟ علاج الحالات دي هو هنضطر نشيل الكراون بتاعنا تمام، ونعمل الاندو بتاعنا كويس، ونقفل الاندو كويس. وطول ما انت عندك فيستلا اعتقد يعني ان انت مسموح لك انك تقفل، طول ما الفيستلا مفتوحه انك تقفل الاندو بتاعك سنجل فيزيت عادي، حتى لو الكنالز بتاعتك مش دراي. فممكن دكتور محمود يفيدكم في الحته دي اكتر مني يعني تمام. لكن علاج الحالات دي كلها ريميك، ويفضل لما تيجي تعمل ريميك للبريباريشن بتاعك يبقى تستخدم الفيرتيكال بريباريشن تمام. فنقدر نقول ان 100% من حالات الريميك للكراون لو انت هتعدل في البريباريشن اعمل الفيرتي بريب او الفيرتيكال بريباريشن او البيولوجيكال اورينتد بريباريشن تكنيك تمام. كل الحاجات دي علاجها ريميك الاوكلوزال بروبلمز. بصوا بقى يا دكاتره، موضوع الفيلير بتاع الاوكلوزال بروبلمز دي يعني ممكن الحاجات دي كلها هي فيلير او مشاكل بس دي حاجات احنا ما فيش في ايدينا دخل يعني، هي كده كده هتحصل. زي ايه مثلا؟ زي ان حضرتك عامل كراون، فعلى اللونج ران او بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين بدأ يحصل اتريشن في الانامل او في الساوند تو ستراكشر فوق. بص هو كده كده الموضوع ده بيحصل، دي مش مشكلتنا، دي حاجه نتيجه اختلاف الهاردنس بتاعت الماتيريال. مين هارد اكتر، الكراون مثلا زي الزيركونيا او الايماكس ولا الانامل؟ لا، الزيركونيا والايماكس هارد، مور هارد يعني هاردر اكتر من الانامل. واحنا عندنا قاعده كده بتقول اي تو ماتيريالز مختلفين في الهاردنس واوبوزيت تو اتش اذر او مقابلين او في وش بعض، الاضعف فيهم بيحصل فيه وير او اتريشن. ده كده كده تمام. حاطط سيراميك او جلاس سيراميك مثلا زي البورسلين في وش الايماكس، في وش انامل، الانامل هيحصل له اتريشن. عامل كراون زيركونيا في وش كراون ايماكس، الكراون ايماكس هيحصل له اتريشن، وهكذا. فالاضعف دايما بيحصل فيه اتريشن او تاكل خلاص. زي انامل في وش كومبوزيت، لا الكومبوزيت يحصل له اتريشن لان الكومبوزيت اضعف من الانامل تمام. فالشكل ده يعني غالبا بيبقى خارج عن ارادتنا شويه، لكن احنا ممكن نقلله وممكن نزوده. نقلله او نزوده ازاي؟ ما ينفعش حضرتك يكون عندك او شلت طبقه الجليز اللي موجوده على الكراون تمام وتسيبه على الوضع ده. لو انت شلت طبقه الجليز في التراي ان والكراون ما كنتش عملت له سيمنتيشن، رجعه المعمل تاني، الطبق الاماكن اللي انت شلت منها دي يعمل لك فيها جليز، وجيب الكراون لزق. طيب انت كنت اوريدي لزقت الكراون، يبقى المفروض يبقى عندك البولشنج بيست بتاع الزيركونيا والايماكس، والبولشنج كابس بتاعت الزيركونيا والايماكس، تعمل لهم فينيشنج وبولشنج محترم. لان في بيبرز اثبتت بتقول لك ان الانج جليزد فينيشد ها زيركونيا، الاتريشن او الوير اللي بتعمله في الاوبوزنج بيكون اقل من الانج جليزد انفينيشد. يعني لما هي تبقى انج جليزد تمام، بس انت عامل لها فينيشنج، بتعمل لك وير او تاكل خفيف في الاسنان الاوبوزنج. انما لو هي شلت انت طبقه الجليز وما عملتلهاش فينيشنج تمام، فبالتالي هتعمل لك وير واتريشن اكتر. خلاص يا دكاتره؟ طيب احنا كده في معلومه تانية برضو حابب اقولها بالنسبه للصوره دي. لو حضرتك عملت كراون بي اف ام ولزقت اوريدي، وبعد ما لزقت اكتشفت ان بقى فيه هاي سبوت جديده، قعدت تشيل في الهاي سبوت، شلت الهاي سبوت بس لسه الميتال ما حصلوش اكسبوجر، عشان خاطري في المنطقه دي اعمل، لو انت ما عندكش الكيت بتاعت البولشنج بيست والبولشنج كابس بتاعت السيراميكس تمام، اعمل اكسبوجر للميتال، لان الافكت بتاع الميتال اقل من الافكت بتاع السيراميك بكتير قوي على الاوبوزنج كانامل. يبقى لو احنا بنعمل كراون بي اف ام وشلنا طبقه الجليز، او شلنا واحنا بنشيل هاي سبوت تمام، وكنا اوريدي عملنا سيمنتيشن، اعمل اكسبوجر للميتال في المنطقه دي. هتقول لي ما هو البيشنت لو مش عارف ايه ومش هيعجبه الشكل، والله لو البيشنت بتاعك اللي هو هيقف لك على الوحده
يعني هتضطر بقى انك تسيبه على الوضع ده. لكن لو البيشنت فاهم ومتقبل الوضع، رجاء حفاظا على اسنانه هو، اعمل اكسبوجر للميتال من المنطقه دي عشان نقلل الوير والاتريشن بتاع الاوبوزنج. وانا كده اعتقد ان احنا وصلنا لبر الامان. وحمد لله على السلامه، كده خلصنا. دكتور محمود حبيبي من غير ما تقول ايه جاي؟ انت جاي في الطريق انت قدام الشاشه كده. لا والله لسه مخلصه برضه. ماشي يا انا والشباب. حبيبي لو في حد عنده اسئله يا دكاتره قول. لو في حد عنده سؤال يا دكاترة يبعت، ودكتور محمد معانا اهو، وطبعا نزلت البروفايل بتاعه فمش محتاجين نقول يعني. لو في فيديوهات توضح الخطوات هذه، مش عارف ربنا يوفقك اي دكتورنا. اي خطوات، بس اي خطوات. ما انا مستني اوضح يعني، اوضح عشان نوضح. يا ريت. ربنا يوفقك دكتورنا الغالي، محاضرة رائعة جدا ومهم جدا جدا والله الله دكتور، يخليك يا ميرسي دكتور قوي، خالد. كفيت وفيت، شكرا الف شكر دكتور محمد. ازاي اعرف التسوس تحت الطربوش في الاكس راي؟ ازاي اعرف التسوس تحت الطربوش في الاكس راي؟ بص يا دكتور، هو انت مش هتشوفه تحت الكراون. لو هو مش عند المارجن وهو في الكراون نفسه انت مش هتشوفه، لان الكراون هيبقى سوبر امبوزد على الكلام ده كله فهيغطي لك الموضوع ده. لكن انت المفروض تبقى مأمن نفسك من الاساس، اللي هو ايه؟ انا كنت شايل التسوس كله من قبل ما اعمل كراون. طب هتقول لي يعني اوريدي جاي لي كراون، جاي لي كراون وعايز اعرف فيه تحتيه تسوس ولا لا. كل اللي انت مطلوب من حضرتك انك تعمل ايفالويشن للمارجن. المارجن بتاعك ساوند وانتاكت، بص ده نقدر نقول ان هو بدايه الخيط. فاهمني؟ يعني لو في ديفكت عند المارجن يبقى اكيد اللي تحت ده فيه مشكله. لو المارجن بتاعك والاوت لاينز بتاعتك ساوند ومفيش فيها ديفكت يبقى اكيد اللي جوه مفيش فيه مشكله. تمام؟ فطول ما المارجن ساوند وانتاكت ومفيش اي سيمتومز ان لا في احتمال ان يكون في ريكارنت كارز او في مشكله في الحته دي، قصدي ساينز ان في ريكارنت كارز في المنطقه دي او تحت الكراون، لا خلاص بما ان المارجن انتكت ما تلعبش في حاجه، سيب الدنيا زي ما هي خلاص. بنسبه كبيره مفيش اي كارز او اي تسوس خالص، لان الكارز هيدخل منين؟ او البكتيريا اللي هتسبب التسوس هتدخل منين؟ من المارجن. فهي اوريدي عشان تدخل يبقى لازم يبقى في ديفكت في المارجن عشان تعرف تدخل منه. طيب لو الدنيا انتكت يبقى هي ما دخلتش، غير بقى لو كان الدكتور اوريدي سايب تسوس قبل كده، وده مش هيظهر لك في الاكس راي خالص. دكتور محمد حضن المخدة هيموت وينام تقريبا. والله والله هموت وانام بجد. انا المفروض دلوقتي قايم اتصحى. دكتور جبران بيقول لي علاج، علاج ايه يا دكتور جبران؟ يعني وضح خطوات علاج ايه؟ تمام؟ الريميك قصده، الريميك اللي هو قصده الفيرتيكال بريباريشن. مش عارف، دكتور انسي بتقول لي لو جه البيشنت بقى اصلا بديب بوكيت وشلت وشلت له الكراون بتاعه وهعمل كراون جديد، ايه الحاجات اللي المفروض اخد بالي منها؟ بص يا دكتور، اول حاجه انت السؤال بتاعك هو اجابه في حد ذاته. هي قالت ان البيشنت جاي بديب بوكيت، طب ايه سبب الديب بوكيت؟ هو ان الكراون او مارجن الكراون بتاع كان عامل فايوليشن للبيولوجيكال ويدز، فهي شالت الكراون. ليه؟ لان هي عملت ريموفال للكوز، سبب البوكيت هو الكراون فشالته. فمبدئيا لو حضرتك عندك بوكيت وعايز تعالجه والمارجن الكراون بتاعك هو السبب، يبقى لازم ريميك للكراون. تمام؟ طيب هنعالج الكيس دي ازاي؟ اول حاجه بنشوف بترفع فلاب، تمام، او من قبل ما ترفع فلاب بتمشيها كيوريتاش كده، حاجه حلول سلميه في البدايه. البوكيت قفل، لو البوكيت قفل تمام في الحاله دي انت ممكن تعمل الكراون تاني، بس بشرط ايه؟ انك تعمل كراون لينثنينج قبل ما تعمل الكراون الجديد. يعني هتقوم رافع فلاب، منزل ليفل البون تحت الفينش، مش الدكتور اللي كان عامل كراون قديم كان عامل فينش لاين، تمام، ويقول لي شكلك كمان عايز تنام، قول لي لا انا بنام في دلوقتي. هو كان عامل فينش لاين، الفينش لاين ده داخل فين؟ دخل جوه البيولوجيكال ويتس، تمام. فحضرتك عملتي فايليشن او الدكتور اللي قبلك عمل فايليشن البيولوجيكال ويتس، فارفعي فلاب ونزلي ليفل البون تحت الفينش لاين اللي الدكتور كان رسمه ده،
ب 2 مللي. خلاص كده نزلتيه ب 2 مللي، ابداي اعملي سوتشرنج واعملي تمبري كراون او بروفيجنال ريستوريشن، واستني على الاقل 3 شهور لحد ما يحصل هيلينج للبون، وبعد كده شيلي البروفيجنال ريستوريشن واعملي فاينل ريستوريشن. دكتور شادي بيقول كراون بنحدده لانسرنج لازم بالبايت وينج. تتعالج بكراون لانسرنج. نعم دكتور شادي في موضوع الكيرس بيقول بنحدده بالبايت وينج. بص، لا البايت وينج يا دكتور شادي يبين لك لو انت عندك ديفكت في المارجن ناحيه في الانتر بروكسيمال من ناحيه الميزل والديستال، انما لو في تسوس تحت الكراون مش هيبان في الاكس راي خالص. متى دكتور بيشنت عنده ميسنج ابر فور انسايزر ونريد نعمل لو بريدج، مشكلة الارش كيرفيتشر متى تكون اكتر؟ هل اذا كان الارش برود وايت او اذا كان الارش نارو وتيبرد، وهل نحتاج السكندري اباتمنت في الحالتين؟ طيب لا انت دخلتنا في حوار كبير قوي. بص يا دكتور، هو عنده الاربعه ابر صح؟ اتكلم الاربعه انسايزرز في الابر دول مزد، تمام؟ في تو ديزاينز مشهورين، في ناس بتاخد الكناينز بس، تو كناينز، وفي ناس بتاخد الكناين والفور. امتى تاخد الكناينز بس وامتى تاخد كناين وفور؟ بص يا دكتور، انت لو مشيتها في كل حالاتك كناين وفور، لا انا ولا دكتور محمود ولا اي حد يقدر يقول لك انت غلط، تمام؟ لو انت عايز تاخدها قاعده عامه كده في الابر بالذات، تمام، عايز تاخد الكناين والفور مفيش مشكله خالص. طيب في ناس بتبقى عايزه تبقى كونزرفتيف، تمام، ومثلا عايز ياخد الكناينز بس. امتى ياخد الكناينز بس؟ هتجيب برايمري امبريشن او صوره الكاست بتاعت البيشنت ده، وهتروح تقيس حاجه اسمها انتر كناين ديستنس، المسافه من كاسب تيب بتاعت الكناين للكاسب تيب بتاعت الكناين ده بالمسطره كده، تحسب المسافه دي قد ايه، تمام، وبعد كده تحسب الفالكرام عليهم من اول الانسايزف بابيلا، طبعا البابيلا هتبقى ظاهره في على الكاست عادي، لحد الانتر كناين ديستنس. فانا عندي كده اهو، ده الارش بتاعي، احاول اظبط ايدي، ده الارش بتاعي، عندي كناين هنا وكناين هنا، هقيس المسافه ما بينهم، تمام، ومن الاول الانسايزف بابيلا لحد الفالكرام ده مسافه قد ايه؟ من اول، قصدي من اول الانسايزف بابيلا لحد الانتر كناين ديستنس المسافه قد ايه؟ امتى بقى اختار التو كاناينز بس؟ في حاله ان الانتر كاناين ديستانس اكتر من الفالكرم، اكبر من الفالكرم، هنا في الحاله دي ممكن تختار التو كاناينز بس. لكن لو الفالكرم بيساوي الانتر كاناين ديستانس او الفالكرم اكبر من الانتر كاناين ديستانس، يبقى هتضطر انك تضيف اباطمنت زياده اللي هي الفورس رايت اند ليفت. دكتور جبران بيقول لو في يعني فيديوهات، في فيديوهات على بروفايل الدكتور محمد ممكن تعمل له فولو، هتلاقي في حاجات كتير بينزلها عنده على البروفايل، سواء بوست تعليمي او فيديوهات تعليمية، في حتى مجموعة ريلز جميلة كده لو تابعتها تستفيد منها كتير. دكاترة انا هنزل دلوقتي كومنت فيه السؤال اللي الدكتور محمد سأله، اللي هيبقى عليه هدية ان شاء الله هنعمل عليها سحب بكرة، والله والتسجيل قدامي للمحاضرة. سؤال سهل، خالص هو قال خالص لي قول سؤال سهل. عايز تجاوب عليه جاوب. ماشي ولينك التسجيل للمحاضرة عشان خاطر تثبت حضورك عشان خاطر الشهادة. استأذنكم بس تتفاعلوا على الكومنت اللي لسه نازل ده عشان يظهر أكتر للناس، بحيث إن محدش يقعد يدور عليه كتير. تمام، وإن شاء الله نشوفكم بكرة، وبكرة يبقى فيه محاضرتين، محاضرة الساعة 10 ومحاضرة الساعة 12، هنزل لكم تفاصيلهم إن شاء الله النهارده او بكره. بشكرك جدا يا حبيبي، وحقيقي انت نورتني وشرفتني في المؤتمر، الله يخليك يا رب وان شاء الله نكرره دايما، وانا عارف ان بإذن انا الله. تعبتك النهارده لا والله وسهرتك. ده عينيا الاثنين ليك والله. انت عارف احنا اخوات يعني. تسلم يا حبيبي، وشكرا لكم يا دكاتره، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. بإذن الله.